عفوا دخلت نفس في اه اي عندي ريكورد. عم تفضل، في حدا كان حابب يحكي؟ في حدا؟ مش عارفة حدا طلع صوت كان واضح؟ سلمى ممكن تضيف تعمل الكل ميوت، اللي حابب يحكي بإنه اه اوكي اوكي احنا بدأنا ريكوردينج صح؟ يس تمام، اهلا وسهلا فيكم في جلسة جديدة من جلسات نادي كتاب اوت اند اباوت، منصة المواطن العالمي القائمة على 5 قيم اساسية: المحبة، السلام، التقبل، والتسامح، والعطاء. جلسة اليوم من نادي الكتاب حنحكي فيها عن كتاب لغات الحب الخمسة للدكتور جاري تشابمان. جاري تشابمان هو قسيس مستشار في العلاقات الزوجية، كاتب ومقدم برامج على الراديو، عنده دكتوراه في الفلسفة، عنده ماجستير في التعليم الديني، وعنده شهادات جامعية في علم الإنسان والفنون والأدلت إديوكيشن. في البداية إحنا حبينا نقدم هذا الكتاب بسبب المشاكل اللي قاعدين عم نشوفها لنا فترة على السوشيال ميديا، كتير ناس قاعدين عم بيشكوا من مشاكلهم مع الأزواج. المشاكل قاعدة عم تكبر وتتراكم وعم توصل للطلاق. لما ترجع لجذور المشكلة بتلاقي الموضوع كتير بسيط، إنه هم الزوج والزوجة مش قادرين إنهم يوصلوا للغة حوار مشتركة، لغة يقدروا فيها يعبروا للطرف الثاني عن اهتمامهم وعن حبهم. فبيكون عند كل واحد فيهم إشي اللي اسمه خزان الحب بيكون فاضي، مش عم يتملى، شو ما يعمل الطرف الثاني هذا الخزان مو عم يتملى، والفراغ هذا قاعد عم بخلق مشاكل. فبطل الإنسان قادر يشوف أي إشي كويس عم بعمله الطرف الثاني بسبب الفراغ اللي موجود جواه. هذا كتاب لغات الحب الخمسة بيحكي بالضبط عن هاي المشكلة، اللي هي بتكون مشكلة جذرية في كتير من المشاكل الزوجية اللي قاعدة عم بتصير. لغات الحب مهمة ليه؟ لأنه أولاً بنعرف إحنا شو لغة الحب اللي بتناسبنا واللي بدنا الطرف الثاني إنه يحكي معنا فيها، وبنفهم كمان شو الطرف الثاني اللغة اللي بتناسبه أو اللغة اللي بتوصل له الحب والاهتمام، وبرضه بنقدر نعبر للطرف الثاني عن لغتنا احنا، كيف انت بدك ايانا بدنا اياك تحبنا، بدنا اياك تحبنا بطريقتنا مش بطريقتك انت، لانه طريقتك مش عم توصلنا. في ناس بتيجي معهم هاي القصص تلقائيه، يعني بيكون في بينهم زي اتصال روحي تلقائي، بيفهموا لبعض عن نظره، فاهمين لغه بعض، قادرين يحكوا لغه بعض. في ناس تانيين بيكون عندهم الموضوع ذكاء عاطفي، مثلا بيكون واحد من الطرفين عنده ذكاء عاطفي فقادر انه يتواصل مع الطرف الثاني، قادر انه يفهم الطرف الثاني لغته ويفهم لغة الطرف الثاني. في ناس للاسف بيكون عندهم، وهي شريحة كبيرة من الناس، بيكون محتاجين مجهود اكبر وشغل اكبر على بعض وعلى حالهم مع بعض عشان يقدروا يوصلوا انهم يحكوا نفس اللغة، وكل لغة في تحتها لهجات كمان، ممكن يحكوا نفس اللغة لكن بلهجات مختلفة. فبالتالي العلاقات أحيانا بتكون بدها مجهود عند ناس أكثر من ناس تانيين. هحكي بس على السريع عن لغات الحب الخمسة اللي انذكرت في هذا الكتاب، هحكي لكم إياها على السريع لمدة هيك 5 دقائق، وبعدين هترك لكم الساحة تحكوا على راحتكم. الكتاب هذا بيحكي عن لغات الحب اللي بنستخدمها للتعبير عن حبنا واهتمامنا للطرف الثاني، وهي بتختلف من شخص للآخر. اللغة الأولى هي الـ words of affirmation أو كلمات الحب، كلمات التأكيد والتشجيع. هاي قائمة أساساً على تعزيز الثقة بالنفس عند الطرف الثاني، زي كلمات المجاملة، كلمات الإعجاب، كلمات التقدير للأعمال اللي بعملها، طريقة الطلب أو التعبير عن الرغبات بالطلب بدل من الأمر، استخدام لغة الطلبات، اللغة الرقيقة، اللغة اللطيفة، بدل من استخدام لغات التهديد ولغات الغضب ولغات الإدانة والنقد، لأنه النقد دائما بيقلب ضدنا، ما بيقلب إلنا، ما بحقق لنا أي شيء. بالمقابل كلمات الإطراء وكلمات التقدير ممكن تعمل أثر كالسحر من الطرف الثاني. النبرة والأسلوب كتير مهمين في كلمات التشجيع وكلمات التأكيد. الطرف الثاني بيسمع نبرتك وأسلوبك أكثر مما بيسمع الكلمات اللي أنت بتحكيها، يعني الجملة نفسها ممكن تحكيها ب3 4 طرق مختلفة حسب النبرة اللي بتحكي فيها. هذا بالنسبة لكلمات التأكيد والتشجيع. اللغة الثانية هي تكريس الوقت النوعي، ومعنى الوقت النوعي الكواليتي تايم، اللي هي قضاء وقت مع الشريك
بتركيز اهتمامك وانتباهك لإله. ما تكوني مشتت بتلفزيون، ما تكوني مشتت بموبايل، ما تكوني مشتت مع الأولاد أو مع الناس اللي موجودين حواليكم. الوقت النوعي ممكن يكون من خلال حوار نوعي ينحكى فيه باستماع فعال، ينحكى فيه بمشاعر، ينحكى فيه بتعاطف، مش انه استمرار في انك تقاطع الطرف الثاني وبس انه بدك تحكي رأيك في الموضوع، لازم يكون في تعاطف في الموضوع. والطريقة الثانية، في حدا بده يحكي؟ عبد الرحمن ممكن تعمل ميوت بليز؟ أوكي. الطريقة الثانية اللي هي إنه نعمل أشياء مع بعض، أشياء ممكن الشريك يكون بحبها أو أشياء إحنا بنحبها، المهم إنه نعمل أشياء مشتركة. تكريس الوقت النوعي له دلالات كتير، أهم دلالاته أولاً الاهتمام، ثانياً الصداقة، إنه في إحنا مستمتع إنه نقضي وقت مع بعض، ثالثاً وجود أشياء مشتركة بيننا. لغة الحب الثالثة هي الهدايا، والهدايا هي عند هدول الناس اللي لغتهم الهدايا هي رمز للحب، هي بقيمتها المعنوية أكثر من قيمتها المادية، هي بمعناها بالنسبة للشخص. والهدايا بالنسبة لهدول الناس بتكون اللي فيها مجهود وفيها من وراها ثوت ومن وراها فكرة، هي أهم من الهدية المادية. أهم هدية عند الناس اللي لغتهم الهدايا هي هدية الحضور، حضورك، وجودك في الأزمات، تواجدك عند الحاجة، هاي بالنسبة لهم أكبر هدية. لغة الحب الرابعة هي الأعمال الخدماتية. أعمال خدماتية يعني الأعمال اللي بنعرف إنه هي بتهم الشريك وبحب إنه إحنا نعملها، مش الأعمال اللي إحنا بنختار إنه إحنا نعملها فقط. يعني الرجل لما يروح مرات يصلح السيارة لمرته يفكر انه هو عمل لها شيء تعبير عن الحب، ممكن تكون هي بالنسبه لها لا عادي طبيعي انه يروح يصلح السياره، يعني كيف يعني هو مفكر انه بحكي لي بحبك انه يروح يصلح سيارتي مثلا. لكن في المقابل اذا ممكن طبخ لها طبخه او جاب لها الفطور على السرير، هي تعتبر هذا تعبير عن الحب، لانه هاي هي اللغه اللي تاعتها، هذا هو العمل اللي هي بتسويه. هي لما تقضيها قاعده عم تطبخ ليل نهار مفكرة انه هيك بتعبر عن حبها، بس هو شايف الموضوع كثير طبيعي. بالمقابل ممكن لما هي تروح مثلا تاخذ والدته على السوق او تاخذ والدته على الدكتور، هي بهاي الطريقة قاعدة عم بتعبر عن حبها لإله. الناس اللي عندهم الاعمال الخدماتية لغتهم الاساسية بنلاحظ دائما انه نموذج الاب والام اللي تربوا فيه او حواليه هو من اكثر الاشياء اللي بتاثر فيهم، وبتاثر كمان في هاي اللغه الدور التقليدي للزوج والزوجه اللي موجود في المجتمع، هذا الدور كثير بياثر في لغه الاعمال الخدماتيه. وفي ملاحظه مهمه انه الاشياء اللي بيعملها الرجل للمراه او المراه للرجل خلال قبل الزواج، خلال التعارف او الخطبه، مو شرط نفسها انه هو حيستمر يعملها بعد الزواج، لانه الظروف اختلفت، ففكره انك تتوقع او تفترض انه نفس الاشياء حتستمر هذا افتراض خاطئ. لانه مثلا في اذا مشينا، اذا كان كل يوم عم ياخذك ويتمشى معك في الحديقه لانه ما في طريقه ثانيه يشوفك فيها ايام الخطبه، لكن لما تكونوا في البيت ما تتوقعي مثلا انه كل يوم يومين ياخذك ويتمشى في الحديقه، ممكن تكون لغته في التعبير عن الحب في الزواج حتكون مختلفه. اللغة الخامسة والأخيرة هي التواصل الجسدي. التواصل الجسدي انعدامه بالنسبة للناس اللي هاي هي لغتهم بيعكس برود في العلاقة، وهذا البرود ممكن يسبب كتير مشكلة عند هدول الناس. هدول الناس بيعبروا عن حبهم بأنهم يمسكوا الإيد، يحضنوا، إنه يقعدوا جنب الشريك يلزقوا فيه. هلا هون في نقطة مهمة كتير، إنه كتير من الناس وبالذات الرجال بيفكروا إنه التواصل الجسدي هو لغتهم الرئيسية بالحب عشان بسبب وجود الرغبة الجسدية، بس هذا إشي مختلف. الرغبة الجنسية مختلفة عن الحاجة العاطفية للحب. طب كيف منميز؟ منميز لما تيجي أنت الرجل أو حتى المرأة تسأل حالك بعيداً عن الرغبة الجنسية، هل أنا بحب أضلني ماسك، أضلني أمسك إيد الشريك، أضلني ملزق فيه وقاعد جنبه، أضلني أحضنه، أضلني أخبط إجري بإجره مثلاً وإحنا قاعدين؟ إذا كان الجواب نعم فمعناه إنه التواصل الجسدي هي لغتك، إذا كان الجواب لا فمعناه إنه الموضوع تماماً مختلف ولغتك إشي تاني. في كمان نقطة مهمة بهذا الموضوع، إنه الناس اللي للتواصل الجسدي أو اللمس هي لغتهم الأساسية، هدول أكثر ناس بينأذوا من الفيزيكال أبيوز أو الأذى الجسدي، أكثر ناس بينأذوا من الخيانة الزوجية.
هلا لما يجي رجل يحكي لمرأة مثلا يحكي لها انا اسف اني خنتك بس هي ما كان بيعني لي شيء الموضوع، هلا المرأة اللي التواصل الجسدي هي لغتها الأساسية بالنسبة لها هذا الكلام حكي فاضي، لأنه أنت لما عملت علاقة جسدية مع امرأة أخرى أنت عبرت لها عن حبك، فبالتالي ما حقدر أقتنع بفكرة أنه أنت بتحكي لي هاي مجرد علاقة عابرة وما فيها مشاعر. عشان هيك دائماً بيحكوا الأطباء النفسيين أنه أكثر الناس اللي بيجونا عندهم صدمات عاطفية من الخيانة هم الناس اللي التواصل الجسدي هم لغتهم الرئيسية في الحب، وبرضه أكثر ناس بينأذوا من الضرب أو من الأذى الجسدي هم الناس اللي التواصل الجسدي هم لغتهم الأساسية في الحب. هاي هي باختصار الخمس لغات الحب المذكورة بهذا الكتاب. هلا بدي أسمع رأيكم أنتوا عن هذا الموديل أو هذا النموذج تبع لغات الحب الخمسة، شو رأيكم فيه؟ هل هو بالنسبة لكم هاي الموديلات الخمسة غطت لغات الحب اللي ممكن نستخدمها للتعبير، ولا في إشي كان ناقص؟ خلينا نسمع منكم، مين بحب يحكي؟ أنا بدي أشوف مين اللي رافع إيده. معتز تفضل. شكرا حلا، الحقيقة اختيارك للكتاب يعني كان فعلا موفق، و يعني شو يعني أشكر الظروف إنه أجا بين إيدي هذا الكتاب وقرأته، لأنه في كتير فائدة وفي كتير معلومات بتشكل هيك عقد بقدر الواحد يربط بين الأشياء. المسألة لأنه على بساطتها معقدة، اللغات الخمس واضحة ما في عليها إشكال، بس يعني اللي بقراها واضحة، بس تعالي للتطبيق وللفهم العميق وللإشكالات اللي بتصير بسبب عدم وجود نفس اللغة الأساسية اللي سماها اللغة الأساسية بين الطرفين بتخلق المشكلة. يعني بيخطر لي مثال كتير قريب وبسيط وكتير تكرر المشهد هذا، إنه طرف من الطرفين جايب باقة ورد للطرف الثاني، الطرف الثاني مسك باقة الورد وزتها بالزبالة. هذا شو المشهد؟ هلأ هون هذا المشهد إنه طرف استعمل لغة هو يعتقد إنها لغة بالنسبة إله، لغته الأساسية اللي بيعبر فيها عن مشاعره وحبه. الطرف الثاني هاي اللغة لا تعني له شيء، وقد يكون من هون بيجي التعقيد، وقد يكون في ظرف معين وفي وقت معين وفي موقف معين، يمكن في ظروف أخرى الورد فيه له معنى، بس في ظروف محددة الورد ما له معنى، بصير له معنى معاكس تماما. يعني تخيلي معي إنه لما أنا ألقي باقة الورد اللي جبتي لي إياها مثلا في سلة المهملات أو أزتها هيك، رح تأدي لتماما عكس النتيجة المطلوبة، عكس معناها تماما. فهون يعني هذا مثال بس لتقريب فكرة الكتاب بالنسبة لللغات. لما بصير هيك معناته أنا إذا عم بتكلم لغة عم بحكي بالعربي، الطرف الثاني عم بحكي صيني وأنا مش فاهم عليه فعلا. فهون يعني هون التعقيد بيجي، إنه اختيار اللغة دائما، أنا عندي لغة خاصة، فعلا علي أن أتعلم لغة الطرف الآخر. وهون دائما أنا بحب لما عالم النفس ولا عالم الاجتماع ولا الطبيب بيرجع للطفولة، هذا كتير مهم، دائما كتير مهم في هاي القضايا النفسية. هو رجع لهاي المخازن، مخزن اللي سماه المخزن المليء ولا المخزن الفارغ، المخزن العاطفي، هذا يملأ من الطفولة. في ناس بتخلق من الطفولة 5-7 سنوات خزانه مليء بالعاطفة، وفي طفل آخر خزانه فارغ من العاطفة، هذا ينشأ له لغة والآخر ينشأ له لغة مختلفة تماماً. لأنه اللي خزانه مليء عنده أوردي لغته في التعامل العاطفي، اللي خزانه فارغ لغته تكاد تكون معدومة في هذا المجال، فلن يفهم أي لغة مقابلة له. هيك أنا فهمت المسألة هاي. فالحديث عن الخزان كتير مهم وكتير عجبني، والحقيقة العناية فيه بده يقرأ مرة ومرتين وثلاثة الواحد عشان يعرف هذا الخزان كيف يملأ، كيف أنا بتعلم بالإضافة للغتي الأصلية اللي بعبر فيها، اللغة الثانوية بالنسبة إلي
اللي هي أساسية بالنسبة للطرف الآخر، هذه أهم، هذا أهم بند في هذا الكتاب. لازم أتعلم اللغة للطرف المقابل مشان أقدر أتواصل معه، أوصل له وأستلم منه، لأنه إذا ما استلمت منه صح راح يزدت لي الورد في سلة المهملات، يعني مش مش حيتجاوب معي. وانت بدك بالنهاية تتعلم لغته عشان تعبي له الخزان تاعه، لأنه لما يكون الخزان هذا فاضي هو اللي بيخليه يرمي الورد، لأنه الخزان الفاضي بيطلع أسوأ ما فيه فعليا. تماما. فهي هون يعني فكرة الخزان أنا كتير عجبتني وكتير ركزت عليها، وكل التفصيل اللي أجا فيها حاولت أستوعبه عشان أقدر أستفيد من الفكرة. مبدئيا هذا تعليقي. تمام، شكرا معتز. حمزة تفضل. مساء الخير. اهلا اهلا حمزه، كيفك؟ تفضل. تمام ويعطيك العافيه. الله يعافيك. يعني مبدئيا يعني الكتاب جيد. ويعني لازم ندرك شغله قبل ما نقرا هذا الكتاب، انه هو الكتاب ما بيحكي لنا، ما بيعلمنا كيف نحب، هو بيحكي عن علاقات اوريدي موجوده. هاي كثير مساله مهمه. يعني هو بيحكي عن اثنين تربطهم علاقة حب في بعض، اوكي؟ هاي لازم تكون اساس للموضوع. بالضبط، هم اوريدي بيحبوا بعض. ما بيحكي عن اثنين والله بدهم يبدوا علاقة مع بعض وكيف يمشوا، تمام؟ فهاي مسألة كتير مهمة. فهي بتحكي عن اثنين بيحبوا بعض لكن صار معهم انه العلاقة هاي فترت، اوكي؟ فبنحكي احنا هون يعني عن شو الطريقة المناسبة لأنه نرجع إحياء يعني هاي علاقة الحب. فهاي مسألة كتير مهمة، فهو بيحكي عن مسألة محددة هون. الشغلة الثانية، برغم أنه أنا عموما ما بحبش القوالب بالعلاقات الإنسانية ولا حتى بالأمور الفكرية ولا بالمنظومة الاجتماعية ولا بالمنظومة الأخلاقية، بحب المحددات أكثر من القوالب. يعني بحب أحط حدود حمراء وجواها أشتغل بالطريقة المناسبة، لأنه إحنا كبشر كتير يعني متفاوتين، أوكي، بالأفكار. إنما إن لما فكرت باللغات الخمسة، لا شك إنهم طبعاً بيحملوا معنى، وفكرت إنهم فيهم نوع من الشمولية يعني بالعلاقة، يعني بيعطوا نوع من الشمولية. يعني مش مأخذ على الكتاب، أو إنه أنا يعني شفت بعض الأمور مش موجودة، يعني مثلا يعني إذا بدنا نسميها كلغة، يعني مثلا لغة التعبير عن الحب، خلينا أسميها أوكي. التعبير عن الحب مختلف عن تكريس الوقت أو العبارات التشجيعية. يعني شفت العبارات التشجيعية أكثر إلى علاقة بينها بالمدح الجانب الشخصي في الطرف المقابل، انه يعني شكرا انك سويت هيك، بقدر انك عملت هاي المسألة، ممنونة انك انت كنت واقف جنبنا بالموقف الفلاني. يعني هاي العبارات كلها يعني فيها هيك رفع من المعنويات الشخصية للمقابل وشعاره بقيمته وهميته. بس ما يعني مثلا ما شفت لغة التعبير عن الحب، يعني اللي هي أنا مثلا بشوفها مهمة بالعلاقات. يعني كتير الطرفين سواء الرجل أو المرأة بحبوا يسمعوا الشخص الآخر بحكي لهم إني بحبك، بحكي لهم غزل. ما شفتهاش هاي موجودة، مع إنه بتقديري ممكن في حالات تكون يعني إلها أهمية كبيرة. عشان هيك برجع بحكي إنه مرات يعني القوالب صعبة. إذا بدي أختصر الأمور متعلقة بشكل أساسي بفهمنا للطرف الآخر. أنا يعني إذا بشوفها يعني لاثنين بدهم يستمروا مع بعض، الأهمية الأساسية هو فهم الطرف الآخر ويعني ومتطلباته لإبقائه بأفضل حالة نفسية جيدة وإبقاء العلاقة بأفضل حالة موجودة. هي يعني الإطار العريض أنا بشوفه هاد. هلأ هو قدر يلخصه باللغات الخمسة which is nice، يعني مش شيء يعني عاطل، بالعكس واضح انه هو عنده فهم بالنفس البشرية وشاطر بشغله الكاتب. كانت اشي جيد وحلو، وواضح من الامثلة اللي حطها انه الزلمة حل مشاكل، وهذا الحكي بدل انه كان ماشي باتجاه صح. لكن انا يعني بالاطار العريض هون بشوف فهم الاخر، فهم احتياجات الاخر،
الأشياء المهمة عند الطرف الآخر دائما هي المهمة باستمرار العلاقة بدون ما ندخل باللغات أو غيرها. برجع بحكي مش معنات حكي هذا اني بنتقد بالعكس او انه لا بالعكس واضح كلامك انما بس انه هذا الاطار العريض او الاطار الاعم هيك فيها. هلا في شغله كمان بس بدي اضيف على كلامك حمزه، مهم كتير كمان قبل ما نحاول نفهم الطرف الاخر انه نحاول نفهم احنا ذاتنا. هلا مشكله كتير بالعلاقات انه الناس عم بدخل العلاقات هم نفسهم ما عارفين شو بدهم من الطرف الثاني، فكيف بده الطرف الثاني يفهمك إذا أنت نفسك مو فاهم أنت شو بدك؟ وهاي بحد ذاتها مشكلة. كتير في علاقات قائمة وماشية وإلها سنين والشخص نفسه مو عارف أصلاً شو لغة الحب تاعتي أنا عشان أطلبها من الشريك، فهاي نقطة مهمة كمان. أوكي عبد الرحمن تفضل. بس بعد إذا بعد عبد الرحمن ما في حدا أنا ممكن أحكي كمان. أوكي تمام بعد عبد الرحمن. تمام تفضل عبد الرحمن. مساء الخير. اهلا اهلا تفضل. شكرا كثير لكم. اعقب شوي على كلام الاخ حمزه. وكلامه مزبوط بصراحه، انا ضد التعميم او وضع القوالب يعني بشكل عام، لكن انت ككاتب انت بدك توصل فكره. هو حكى بصريح العباره انه بده يوصل فكره لجميع المتزوجين الغير السعداء بحياتهم، فانت بتشمل يعني طبقة كتير كبيرة من المجتمع، فهو ما حيقدر يحدد لك ويحط لك خطوط حمر، لأنه هيك ما حتوصل الفكرة ل يعني لشريحة أكبر من الناس، فهو اضطر يحط لك القوالب. هو مو معناها أنه قال لك الكلمات التشجيعية يقصد فيها أنه أنت بس تشجعه أو مثلا تحكي له أنه شكرا على الإشي اللي عملته. ممكن تشمل كلمة بحبك، ممكن تشمل أي طريقة أنت بتعبر فيها، لكن هو بالشكل العام حب يوصل لك الفكرة الكبيرة أنه أنت ممكن تستقبل الكلام الحلو بطريقة أكبر من باقي الشغلات. فأبع فأنا حسيت أنه الكاتب أبدع من هالناحية لأنه وصل الموضوع لشريحة أكبر من الناس، عكسه وأنه مثلا حاطط خطوط أو أنه محدد الكلام بشكل أوضح أو شكل أصغر، كان الموضوع ما وصل وانتشر زي ما انتشر بالشكل هذا. تمام شكراً عبد الرحمن. شكراً. وبدي أحكي شغلة كمان. هلأ كلمات التشجيع أو التأكيد، هي حتى كلمة تشجيع الترجمة إلها، أنا قريت الكتاب لأنه بالإنجليزي وصراحة حبيته أكثر. هي في الإنجليزي اسمها مسمينها words of affirmation. كلمات هي تأكيد أكثر مما هي تشجيع. الهدف منها حسب ما أنا فهمت من الكتاب باللغة الإنجليزية تأكيد على أي مشاعر بيحتاجها الطرف الآخر، اللي هي حتعزز ثقته بنفسه وثقته بالطرف الآخر. فالهدف من كل هاي كلمات التشجيعية أو التأكيدية هي تعزيز ثقة الشخص بنفسه شو ما كانت هاي الكلمات، سواء كانت كلمات مجاملة إعجاب بالشكل، سواء كانت تقدير على الأشياء اللي بيعملها شو ما كان نوعها. تمام شكرا عبد الرحمن. سلمى دورك، بعدين تيجي لينا، بعدين رامي تفضل. أنا بالكتاب بس في شغلة ما حسيت تطرق لها، إنه هل ممكن أنا تكون، هو بيحكي لك بالآخر إنه أنت ممكن تفكر إنه أنت عندك لغتين حب، بس بالآخر بس تعمل التست رح تكتشف إنه عندك لغة واحدة طاغية. أوكي هلأ السؤال إنه هل ممكن تختلف لغة الحب هاي من يعني مع الوقت، مع النمو والتطور الشخصي، مع الوعي، هل ممكن تتغير أو بأحداث معينة؟ يعني مثلا أنت ذكرتي إنه إذا أنا لغة الحب الأساسية عندي هي التلامس الجسدي، إذا أنا تعرضت لتحرش أو تعرضت لاعتداء أو أي إشي حتصير هاي اللغة عندي منبوذة، حصير أدور على الحب عن طرق تانية لأنه هاي أنا أذتني هاي اللغة مثلا. فهو ما حسيته شوي اتطرق لهاي القصص. ممكن مثلا الواحد هو أصغر يكون مهتم بالهدايا أكتر، بس يكبر يوعى شوي يكتشف إنه في أمور تانية أكتر. وإحنا صغار منفضل كلمات التشجيع لأنه منحس إنه
قيمتنا مستمدة من الطرف الآخر كيف بنظر لنا. بس نكبر شوي، بس تصير عنا خبرة بالحياة، نكتشف إنه يمكن إحنا مش محتاجين لهذا الإشي. فما بعرف إذا يعني ما حسيته كتير اتطرق لهاي النقطة، إنه هل ممكن تختلف لغة الحب مع الوقت؟ طيب أنا حطيتها هلا عشان لما نسمع من الباقي نناقش هاي النقطة، نحكي فيها مع الكل. تمام؟ أوكي، خلصتي سلمى؟ يس. نعم. لينا تفضلي. السلام عليكم جميعا، شكرا لكم. تحكي من الإمارات؟ شكراً. أنا من الإمارات. نعم، بكلمكم من الإمارات. أهلا فيكي. بس حبيت أضيف بالنسبة لأي علاقة بين اثنين، بغض النظر إحنا لو أخذناها بمعنى أعم وأشمل، أي علاقة بين الاثنين بيكون فيها جزء من العلاقة اللي هي الود أو الحب أو اللغات اللي ممكن تعمم بأي علاقة، سواء كانت صداقة، سواء كانت أخوة، حتى من ناحية العائلة. صح. فهو هذا اللي حبيت إني أضيفه. وشغلة تانية، أي علاقة بين اثنين إذا ما بنت على الصراحة مستحيل أعرف شو لغة الحب المناسبة للشخص المقابل لإلي، وبناء على المواقف اللي بتصير كمان. فيعني هم هدول الشغلتين، إذا كان في صراحة وصدق أكيد راح يكون بيناتنا مثلا يعني انكشاف إنه حنعرف إحنا بالضبط شو لغة الحب اللي بتناسب. فهذا هو اللي حبيت أضيفه، وحبيت إنه تكون علاقة عامة عموما. يعني هو يمكن اختصرها بين الأزواج، لكن إذا أخذناها من منطلق حتى من ناحية المجتمع العام عموما، يعني أي شخص من قابله بغض النظر، هل أنت كيف بتعبر للشخص المقابل عن لغة الحب؟ تمام. لينا حكت، شكرا لينا. لينا حكت نقط كثير مهمة. أولها إنه صح، لغات الحب هاي ممكن إنها ممكن إنه إحنا نسقطها على العلاقات المختلفة، علاقتك مع والدتك، مع والدك، مع أولادك. إنه مثلاً حتى علاقتك مع والدتك ممكن الأم تكون بتحب لغة الحب تاعتها إنك تجيب لها هدايا، أو إنك تكرس وقتك وتقعد معها وقت نوعي، مش تضلك ماسك موبايلك وقاعد عم شغال فيه وإنت قاعد معها، وبعدين تعتبر حالك قضيت وقت معها. هاي نقطة كتير مهمة، شكرا كتير لينا. وبرضه نقطة الصراحة والشفافية كتير مهم، لأنه الطرف الثاني في النهاية مش دائما حيقدر يوصل للغة إذا أنت ما كنت صريح معه وكان في شفافية بينكم. وبرضه الاستنباط من المواقف اللي بتصير أو من الأشياء اللي بتصير نقدر نستنبط شو لغة الشريك. أوكي، رامي تفضل. رامي أنت معنا؟ يس. بس كنت عم بعاني أعمل أنميوت. أوكي. أنا حبيت الموضوع ونجابت سيرته كمان يوم الخميس، لأنه إحنا جوا عم نتعامل بدوائر، قاعدين بدائرة تدريب مهارات الحياة، لسانا ماشيين بقصة العلاقات الرومانسية. مش مأهورة أبداً إنيش موجودة أبداً على فكرة، صايم الموضوع. لما سمعت العنوان وكمان تعليق حمزة وبعديه تعليق عبد الرحمن، خلوني أحط الموضوع بقالب معين. هي لغات الحب الخمسة، عم بنلاحظ في ميزانين عم بيصيروا بالعلاقات، إما التعبير المباشر أو التعابير الغير مباشر. التعبير المباشر لما بقول للشخص أنا بحبك، أوكي، بنلاقي انه في بعض الشريك بيجي بقول لك بكفينيش تقول لي بس انا بحبك، بدي اشوف شغلات تانية. يعني شكرا، اوكي، خلص فهمنا، بس اشبعنا. يعني بفرجيني شغلات تانية. او العكس صحيح، بنلاقي انه في اشخاص عم بيعبروا بلغات مختلفة بس مش عم بيعبروا بطريق مباشر، فبتيجي بتقول له او بيجي بقول لها انا عمري ما سمعت منك كلمة بحبك، أو عمري ما سمعت منك كلمة بحبك. وعلى ما أظن هون بتيجي قصة اللغات الخمسة، كيف طريقة سماعنا إحنا لكلمة بحبك؟ يعني شو اللغات اللي ممكن أنا أسلمها عشان أسلم التعبير عن الحب هذا؟ فالكتاب عم بعطينا لغات مختلفة عشان أحكي بطرق مختلفة لهذا الشخص اللي قدامي إني بحبه. فهو رح يشوف مني إني بحبه لما أجيب له مثلاً على رأيك الفطور على السرير، أو رح يشوفني بحبه إذا صلحت له السيارة، أو رح يشوفني إنسان عادي جداً وبعملش إشي، مع أنه من وجهة نظري أنا بعمل كتير، قاعد بس
بلغتي الخاصة. فنقطة حمزة، إذا الكتاب ما عبر عن الطرق المباشرة للتعبير عن الحب وحطها بالميزان، فممكن يكون الكتاب أثر بهذا الموضوع وتحدث عن الطرق الغير مباشرة للتعبير عن الحب. هذا طبعا لعدم معرفتي بالتفاصيل اللي فات فيها الكتاب. شكرا هلا بس بدي أوضح. شكرا رامي. هلا الكتاب حكى عن لغات الحب الخمسة، ما قسمهم لمباشر وغير مباشر، لكن ضمن words of affirmation حكى إنه كلمات التأكيد أو التشجيع ممكن تكون كلمات تشجيعية على قدراته ومهاراته، إنه أنت بتكتب كويس وممكن تصير كاتب منيح مثلا، ممكن تكون مجاملات على المظهر إنه أنت حلو اليوم، لبستك حلوة، ممكن هيك، ممكن تكون على بعدة طرق، ممكن تكون حتى words of affirmation أو الكلمات ممكن تكون كلمات لطيفة مثلا، إنه أنت بدك تطلب طلب أو تعبر عن رغبتك للطرف بإنه الطرف الثاني يعمل لك شيء، لكن لازم تعبر عنها بطريقة متواضعة ولطيفة بدون أمر، بطريقة إنه إحنا شريكين متساويين، أنا بطلب منك أنا ما بأمرك، أنا بطلب أنا ما بهدد. هاي ضمن برضو طريقة الكلام. هلأ ما حكى، يمكن ما بتذكر مثال حكى فيه بشكل مباشر إنه أنا بحبك، بس في التطبيقات بعدين اللي حطها بالآخر، حط ضمن الأمثلة إنه ممكن تعملها مثلا إنك تعمل كارت تترك له يا الصبح تكتب فيه I love you. هاي واحدة من الطرق اللي ممكن إنه أنت تستخدمها. فأنا أعتقد إنها شملت كل إشي، لكن يمكن كان حمزة كان بده مثال مباشر ضمن هاي الأمثلة إنه أنت عبر عن حبك ومشاعرك للطرف الثاني. موسى تفضل. يعطيكم العافية، سعد مساكم. أهلاً أهلاً. أنا يعني ما شاء الله هم سبقونا حمزة وعمو أبو يوسف وعبد الرحمن بالحكي الطيب، بس أنا عندي ملاحظتين. أنا دائماً بربط الحب بالعطاء، يعني ما بقدر أشيلهم عن بعض، الحب هو العطاء. بس أنا عندي طريقة تختلف احتمال، إنه الحب بالعقل وحب بالقلب. فهلأ اللي بحب عن طريق العقل، أنا يعني I think إنه بتكون حياته أفضل من اللي بيعمل أو بحب عن طريق القلب، لأنه القلب دائما بفكر بالمشاعر الجسم، أما العقل بفكر لبعد لنظر يعني لقدام شوي أكتر. وأكيد في حدا بحب بطريق العقل والقلب، بس أعتقد إنه راح يتعب كتير. بس هاي كانت ملاحظتي، شكرا لكم. شكرا موسى. وهو الكاتب حكى بالكتاب عن قصة هوس الحب اللي بيكون في بداية العلاقات، اللي هو الشغف أو سحر البدايات اللي ما منتوقع إنه يستمر، واللي بعدين بعد ما يروح بنصير نشوف العيوب، بنصير نشوف الأشياء اللي تغضينا عنها أو تعامينا عنها، تطلع أشياء على السطح. أبو يوسف بتحب تحكي عن هذا الموضوع؟ والله أكيد. هذا موضوع كتير حساس، لأنه كمان جاري تشابمان ركز عليه من خلال فصل كامل اسمه الوقوع في الحب. صح. هلأ الوقوع، قصة الوقوع في الحب اللي هو سماه بين قوسين هوس، باللغة الإنجليزية obsession. هذا العامل أو هذا الشيء لما بيحصل الحقيقة بين اثنين، برأي تشابمان لابد أن ينتهي، لا يستمر. إذا كان استمر سنتين بيكون كويس، إذا محظوظ جدا وكانت العلاقة فعلا فيها قوة قد يستمر 3 سنوات. هذا الوضع اللي هو الشغف والارتباط، هذا اللي بدون تفكير، ومهما كانت اللغات مختلفة بيظلوا متوافقين. إنما في الآخر ينشأ السؤال حتما، لماذا يموت الحب بعد الزواج؟ صحيح. وهذا فصل من الفصول المهمة. هذا فصل من الفصول، وهذا فصل مهم. وأصلا أنا بنظري أنه كتب هذا الكتاب، هذا المؤلف للإجابة عن هذا السؤال، من الحالات اللي درسها ومن الحالات اللي شافها ومن الإشكالات اللي وردت له، من نسب التفريق والطلاق والإلى آخره اللي صارت في المجتمع الأمريكي، واللي حط لها نسب مخيفة الحقيقة، أنه يعني للمرة الأولى لما بيفشل الزواج للمرة الأولى نسب الطلاق بتكون 40 تقريباً 40%، في الزواج الثاني
يعتقد الإنسان أنه راح يتجاوز المشكلة ترتفع النسبة في المشكلة، نسبة أنه الفرص تقل. إذا كانت 40% في الفرصة الأولى، التفريق أو الطلاق يصعد إلى 60% في الفرصة الثانية، وأكثر من 60% في الفرصة الثالثة. وفي مثال جابوا لشخص يعني من واقع الحال، تزوج 3 مرات وفشلت 3 زيجات، والسبب طبعا بيرجع لقصة التفاوت في اللغة، في لغة هاد وهاد، مش عم يعرف جذور المشكلة، لأنه ما عرف جذور المشكلة. فهون يعني قصة الوقوع في الحب، هذا الهوس اللي بيكون فيه الطاغي، هو شعور لا سيطرة عليه، وشعور لا يتدخل فيه التفكير والعقل، وشعور مجرد شعور طاغي سرعان ما يزول أو يتلاشى. على الأغلب يزول أو يتلاشى، بيصحى الإنسان بيقول ليش إحنا في حرب، ليش الإنسان اللي أمامي أنا مش عارف أرضيه، ليش هو مش عارف يرضيني. كم سمعناها يا حلو الجميع، كم سمعناها إنه فلان ولا فلانة يا أخي إنسان لا يمكن إرضائه، بس الناس اللي حواليه شايفينه إنسان عادي، يعني ما فيش عنده مشكلة ويمكن إرضائه، هو إنسان بسيط وإلى آخره. فلما بيكونوا 2 وعندهم هاي بيناتهم هاي العلاقة ومش عارفين يتواصلوا مظبوط وما فهم لغة بعض، تنتهي الأمور بأنه يعني بتصير الحرب، وتنتهي في التفريق والطلاق والمشاكل. فالانتباه لقضية الوقوع في الحب والهوس، والانتباه له من البداية، أن يكون التعامل مع هاي العلاقة وهاي الشراكة وهذا المشروع فيه شيء من العقل. يا أخي إحنا ما بننكر الوقوع في الحب، لا ننكره، بالعكس يعني هي يعني دائما هذا الشعور الأساسي، البدايات إحنا بنبني عليه، بنبني عليه، والمحظوظ يبني عليه للأبد، لأبد العلاقة. إنما لابد من تدخل شيء من المهارات العقلية في هذا الموضوع، المهارات العقلية هاي اللي بتخلي اختيار الإنسان وخيارات الإنسان في الحياة مع شريكه أكثر صموداً أمام زوال هذا الهوس الأول. يحصن الهوس بأنه من البداية أنا بضمن عدم زواله سريعاً، وبالتالي استمراريته مع الزمن في قضية التفكير والمهارات العقلية. ومر معنا إذا بتتذكروا أنتوا بالإضافة لقضية يعني مخازن الطفولة، وهذا تربى مدلل وهذا تربى مش مدلل وهذا تربى، يعني طريقة التربية كثير لها أثر على اللي عم نحكيه إحنا، وكثير لها أثر على اللغات هاي اللي بنتكلمها. مزبوط ولا لا؟ هذا المحور حنحكي عنه إنه من وين اللغات هاي. أيوة. بس التركيز هون، وهذا قبل ما ندخل في قضية تعلم هاي اللغات، علينا إدراك ليش عم نتعلمها. عم نتعلمها عشان نتغلب على معضلة اسمها الوقوع في الحب ومشاكله وهوسه والتغلب عليه وتأمين الاستمرار فيما بعد. قديش بنحكي احنا في موضوع انه يا اخي لا، لازم الواحد يكون دخل بعلاقة الاكزيت فيها واضح. شوفي شو عملنا هون، رحنا محل مش عارفين نطلع منه، احنا مش عارفين نطلع من هذا النقاش، قصة الاكزيت او التفكير في موضوع الاكزيت من بداية من بداية العلاقة. طبعا انا بنظري هذا اتجاه خاطئ. الاتجاه الصح هو انه انا افكر في العلاقة وبنائها بشكل عقلي، بالاضافة لهوس الحب وبالاضافة لتعميق علاقة الحب. المسألة كمعادلة مش صعبة، مش صعبة. التعميق اللي شوي مرات بيكون اصعب على ناس من ناس تانيين، حسب كلام الذكاء العاطفي كمان بيلعب دور في الموضوع. الذكاء العاطفي، و الشخص المدلل في صغره يمكن ما يقدر يستوعب هاي القصة، قد يستوعبها شخص في صغره في طفولته كانت الحياة أقسى شوي عليه، وبالتالي بيقدر يتفهم بأنه كيف يكون واعي في علاقاته مع الآخرين وخاصة علاقته مع شريك حياته. تمام، شكرا أبي يوسف. محمد تفضل، بعد ما يخلص محمد عشان ننتقل لمحور تاني كمان. تفضل محمد. مش أكيد يخلص محمد لأنه نفسه مفتوح يحكي. احكي يا محمد، زمان ما سمعناك احكي. هلا هون في شغلتين بتربط فيهم، يعني أول شغلة موضوع
الحب برأيي الشخصي هو شعور مقتل في محاولة تفسيره، انت بتحاول تفسره هو جاي لحالك موجود، لكن فكرة انك انت لما تحاول تعقلن الموضوع وتحاول تجري له اسباب عقلية، انت في الحقيقة انت بتحاول تزرع الحالة اللا عقلانية اللي وصلتها، لانك عمالك بتشك بامكانية استمرارها. هاي نقطة. هو حالة انت يعني كل انسان في حياته الشخصية، انا برأيي الشخصي كل انسان بحياته بحاجة كم شغلة يكونوا موجودين بحياته بلا تفسير، واحدة منهم الحب، هي شغلة موجودة بلا تفسير. وعلى فكرة هذا الحكي لا ينطبق على الحب الشريك يعني، بس حتى الأصدقاء العاديين يعني، انت في ناس متعرف عليهم يا أخي بكونوا كويسين بس خلاص مش طايقه، أنا مش نازل لي من زور، ولا بكون مش نازل لواحد تاني من زور، يعني هاي شغلة موجودة وطبيعية، بكون الشخص مقبول تماماً وما في عليه أي إشكالية. بس في حالة القبول الذاتي، عم بحكي عن القبول الذاتي مش القبول القيمي، القبول الذاتي كذات شخص معين دائماً في لها شروط من الصعب عقلها. القيم بتصير كل واحد إنسان عنده قيم تتقبلها أو ما تتقبلها، أو بتتقبل وجودها بغض النظر عن تقبلك إلها، بتكون حالة أخرى، بتكون لها علاقة بوعي الإنسان وبسعة أفقه. هلا بعد ما عندك حالة القبول العاطفي، أوكي تمام هيها موجودة، بصير في مكانة مختلفة لهذا الشخص في حياتك، فبصفي في عندك تحديات أخرى أنت تواجهها، أنت مش كل الأسئلة عندك جوابها في القلب يعني، وحتى فيش سؤال جوابه في القلب يعني، الأسئلة كلها جوابها في العقل يعني، فبالتالي أنت بحاجة أنك تكون أنت وهذا الشخص على نفس الصفحة فيما يتعلق بالإجابات العقلية. هلا لما لماذا احنا لازم نكون على نفس الصفحة؟ لأنه في الآخر إذا ما كنت على نفس الصفحة لن يكون كافيا يعني، حجم الشغف اللي أنت حصلت عليه من خلال الحب لن يكون كافيا فيما لو كان على نقيض من التناقضات العقلانية، صح التعبير، والتناقضات العقلانية بتشمل التناقضات في الحاجات المادية، تناقضات في التفسيرات الاجتماعية، تناقضات في السلوكيات حتى، يعني كل هاي الأمور بتكون ظاهرة. فعشان هيك أنا يعني زمانات سمعت جملة من حدا بيحكي لي أنت لما بتحب شخص أنت بتحبه بالرغم من صفاته مش بسبب صفاته، إذا بتحب واحد بسبب صفاته أنت فعليا منسجم معه بس ما بتحبه. لكن في عندك واحد فيه عيوب 1-2-3-4 بس أنت بتحبه بالرغم منها. هلا لو ما فيه هاي العيوب لا يعني إنه بديل العيوب اللي هي الميزات هي السبب في الحب. الميزات هاي سبب في التقبل كشخص وفي التخطيط مع هذا الشخص لأبعاد أكبر يعني. هل موضوع ليش بتفشل العلاقات لاحقاً؟ بتفشل العلاقات برأي شخصي لأنه الحب وحده لا يكفي، الحب شرط ضروري غير كافي لأي علاقة. فبما أنه هذا الشرط الضروري موجود لكنه لا يكفي لتخطيط لتحديات أخرى، وصعوبة الحصول على هذا الشعور بتخلينا نتمسك فيه أحياناً ضد المنطق، وأي شيء يقف ضد المنطق يخسر دائماً، ما فيش إشي يصمت أمام المنطق، المنطق دائماً بيفوز لو على اللونج ران، بس في الآخر رح يوصل لنتيجة إنه في الآخر. وعشان هيك بتنتهي علاقات الحب بحالة من الكراهية والحساسية الهائلة بتصير لما تفشل العلاقة، من النادر أن تنتهي علاقة حب بطريقة كلاسيك. هاي شغلة. ثاني موضوع الإكزيت بلان. الإكزيت بلان موضوع أساسي، لذلك برأيي الشخصي في قصة الحب الأولى مش لازم يكون موجود، يعني بنفعش واحد أول مرة بيحب يصير خطوة كيف بينهي الموضوع. لما تصير عنده عدة خبرات بصير مستوعب فكرة إنه نهاية العلاقة هو شيء لازم يحسب حسابه، مفعش إنه يتجاهل حتى لو كان لا يخطط لإنهائها، بس حتى لما تنتهي لازم تنتهي بطريقة لا ما تترك أثر نفسي مؤلم، ويعني تترك حالة من التشوه النفسي، لأنه فعلياً كل قصة حب فاشلة بتترك جرح من نوع معين، بتترك ثغرة من نوع معين شخصية الإنسان، بتترك نقطة ضعف من نوع معين. حتى اسم الشريك ممكن أحياناً يستفز لحالة عصبية غير محمودة يعني. شكرا يا محمد. لينا تفضلي. عفوا انا حابه اضيف كمان بخصوص انه يعني انتهاء العلاقات. هلا انا بحس انه بتنتهي العلاقه لما الشخص ياخذ الشخص الثاني المقابل له كضمان، خلص انا شو ما عملت هو بحبني واحنا مع بعض والى اخره. فإذا أخذته أنت كضمان وما راعيت شو فعلاً اهتماماته، شو فعلاً الشيء اللي بيضايقه، شو فعلاً المواقف اللي بتصدر منك وممكن تجرحه، فما رح تستمر العلاقة. واحد رح يوصل لحد معين وما رح يتحمل بعد أنه يضيف أكتر، بعدين خاصة إذا عم بيعطي من الخزان اللي عنده رح يجي يوم ويلاقي الخزان تاعه فاضي، ما في أي حد عم بيعبي له إياه وما في أي تفاهم من الشخص المقابل يعني. مزبوط.
صح، شكرا. شكرا لينا. ابو يوسف، سعيد عم ترفع ايدك على الشاشه، تفضل سعيد. سعيد افتح المايك. سعيد انت عندك ميوت. ايوه ايوه. ايوه تمام، تفضل. الله يسعد مساكم جميعا. يا اهلا. يعني انا هيك شويه يمكن بدي احكي بطريقه اخرى شويه. يعني بقول عندما بدنا نخرج هيك من جو الكتاب والجو الوعي الرومانسي اللي بتتحدثوا فيه، بدي احكي كيف إلنا انه نعرف ونفقه اي لغه، لغه حب نتحدث فيها، ونحن في عالمنا اكثر كلمه بنستخدمها كلمه حب، واكثر كلمه مفقوده في عالمنا هي كلمه الحب. الشخص لا يستطيع ان يعبر عن محبته باي شكل من الاشكال للطرف الثاني خلال يعني في حسب انواع الحب اللي وجدت، لا يستطيع ان يعبر عن محبته لزوجته او الشخص شريكه باي شكل من الاشكال في البيئه والمجتمع اللي بنعيش فيه. في هناك يمكن معوقات اجتماعيه بتنفرض على الشخص، يعني مثل ما فيه في احد الانواع الانسان ممكن يقلد والديه في تقديم نوع الحب. هنا لا، يمكن وجود الوالدين او اي طرف اخر بيكون مانع انه الانسان يقدم هذا النوع. فبعرفش يعني هذا الكتاب عندما قراته انا وانا بقرا فيه في شغلات كثيره نعم تتفق مع حياتنا، لكن لا نستطيع انه نتحدث فيها يمكن قدام اولادنا. بعرفش الواقع هيك، يعني لو واحد يجي يحكي لزوجته هيك قدام أهله يا حبيبتي مرتين، يمكن الثالثة بطردوه من البيت لأنه بيكون بتحدث بإشي مش مقبول عندهم. صح هذا الحكي ولا لا؟ لا، المجتمع البيئة. يعني أنا بتصور فيه بتيجي مثلا بنت بروحوا بيشوفوها اليوم بدهم يخطبوها، بكرة الصبح بتمسك على التليفون وعلى وسائل التواصل يا حبيبي وبعرف إيش، في لحظة واحدة صارت فاهم لغة الحب وبتتحدث بالحب وبتتجوز بعد 3 أيام بتطلق. يعني كيف لغة الحب اللي إحنا، يعني هذا الموضوع مفروض بده يعني نوع من التدريس وكمحاضرات حتى الناس تعي ما يقوله، مش شيء مجرد يعني يعني وكأنه يعني بس للاطلاع. لا يصلح للاطلاع، واقعنا كثير مر وبعيد. يعني احنا نفتقد كلمة الحب في 90% من مفاصل حياتنا. تمام، شكرا سعيد. طيب انا بدي انتقل لمحور ثاني، بس ابو يوسف حاعطيك مجال تحكي على السريع ومحمد على السريع قبل ما ننتقل على المحور اللي بعده. تفضل ابو يوسف. طيب انا عندي تعليق بس مداخل صغيرة على الثلاث مداخلات اللي فاتوا محمد ولينا وسعيد. بس قبل ما ادخل وبسرعة لأنه بدي أحكي عن قصة التصوف في الحب، يعني أو الحب الصوفي هذا اللي اليوم طبعاً ما هو وارد في خرج خفي. سعيد معك ميوتك لي سعيد. بدي أحكي بيتين شعر سريع. معتز أنت ميوت مش عم بيطلع ميوت مع أني عم بفتح. فتى فتن في فتاة فتاها، وبات بسبب الفتاة فتات، عن حبها روى ولا ارتوى، قاده إليها الهوى فهوى، ظنها جنة وعلى نفسه جنى. المغزى هاي العلاقة الصوفية، العلاقة الصوفية في الحب هذه ما وردت إلا مع الآلهة، ما وردت يعني بين البشر. فوجود هذا القالب بقضية الحب، انسوا الموضوع. إحنا اليوم المتغيرات كثيرة، الحاجات كثيرة، الزمن عملي إلى آخره، في متطلبات وفي حاجات، وفي لابد من دخول هاي العوامل في الموضوع، لابد من دخول التفكير في الموضوع. أخي محمد
يعني قصة أنه والله أنا أحب وأعتمد على هاي العاطفة وانتهى الموضوع، لا. يعني هاي شو بدي أقول، هاي الديناميكية المستمرة في هاي العلاقة شيء مهم. هذا أنا مش يعني زي ما قالت لينا، أنا والله جيفن صرت حبيت واحدة عرفت إنها بتحبني حطيتها في جيبتي انتهى الموضوع بطلت أعمل شيء خلص ارتحت. لا، هلأ هذا اللي بالآخر بصير إنه لماذا يموت الحب ولماذا يخرب الزواج ولماذا ولماذا، كله بسبب عدم الانتباه في بذل الجهود المناسبة مع الشريك. الحاجات دائمة والعلاقة يوميا لابد من العناية بها. أنا إذا بعتني بشعري وبعتني بجسمي وبعتني بأشياء كثيرة في بعتني بسيارتي، طيب من باب أولى أعتني بشريكي يعني، أو يعتني فيي وأفهم لغته ويفهم لغتي. بدي أركز على قصة ديناميكية العلاقة وضرورة الانتباه لهذا وهذا العبء اليومي. ما سميه عبء، سميه اهتمام يومي، سميه اللي بدك إياه، بس هو مش عبء، هو واجب لابد منه عشان تقدير الطرفين لبعض يكون مستمر. وشكرا. شكرا معتز. محمد حاطيك مجال على السريع تجاوب على السريع. لا لا، على السريع على السريع. شكله إيه؟ انا الصوت عندي ما بيوصل بشكل كامل لانه في جمله حكيتها بتغطي اللي تفضل فيه ابو يوسف، حكيت انه هو شرط ضروري غير كافي. صحيح. ما بينفعش انك تكون بتحب واحد واحد بحبك وطبصين بعضه بس، مش هيك الدنيا. لا، بالاخر في عندك كم التحديات اللي بتواجهها لاحقا، هي شغله. الشغله الثانيه موضوع انك انت تحب، ما هي فكره انت الشغل. انا بتفق مع ابو يوسف كثير يعني صراحه، هو الشغل على العلاقه. الناس بتفكر ان لازم العلاقه دائما تبسطني او ما بديش اياها، لا. كثير من الشغلات اللي بتحقق لنا السعاده احنا يوميا في حياتنا لازم الواحد يشتغل عليها. وهو جاب مثال السياره، يعني هي السياره بتريحك في حياتك اليوميه، بس بالاخر السياره وجودها له متطلبات، له مصاريفه، له عنايته، له غسيله، له تبديلها في لحظه ما. يعني كل هاي الامور هي يعني انت بتشتغل عشان ترتاح. ما في حدا بالدنيا بيرتاح بمجرد انه يطلع بعيون حدا. هاي نقطه اللي انا بس رفعت ايدي كنت بدي احكي عن شغلتين، عن هم الشغلتين هم عن فيلمين. واحد من الفيلمين فيلم مش كثير مهم يعني، لكنه برايي الشخصي بيجاوب على فكره ضروره الحب، اللي هو اسمه ذا مارينج مان، أليك بولدوين وكيم باسنجر. واحد تزوج نفس المراه 4 مرات، يعني نفس السيده تزوجها 4 مرات. نعم، عم حلا بتسال ايش اسمه، بقولها ذا مارينج مان، الرجل المزواج. هذا ذا. وبالاخر بحكي حتى في اخر الفيلم في مقطع، why you want to marry the same woman 4 times because she is the right one. هيك جاوب بالضبط أليك بولدوين بالفيلم. انت بالاخر هو تزوج وعاش حياته وطلع ونزل وكذا، بس بالاخر هو مش حاسس بالسعاده الحقيقيه، مش مكتمل سعادته الا في الفتاه اللي هي بالنسبه لحب عمره. الفيلم الثاني اللي بدي احكي عنه هو واحد من كلاسيكيات السينما اللي هو كازابلانكا. انا برايي هو جسد اعمق واروع. الشخص ضحى بالكثير وخرق القانون وكان على وشك يضحي بحياته عشان البنت اللي كان بيحبها تكون سعيده مع حبيبها الجديد، يعني سيف الاول الاخير بس عشان، وما راح يشوفها بعد قربها يعني. اسمه كان هامفري بوغارت، قرب انجريد بيرغمان مع حبيبها الجديد كان اسمه فيكتور لاسلو، قربت من قرب برا البلد. هاي هون يمكن تكون مثاليه جدا، بتمثل قمة فعلا كيف لما انت بتحب شخص لدرجة انك انت فعليا مستعد تضحي. نعيما هنادي اعملي ميوت بليز، او سلمى اعملي هنادي. سوري. محمد وين رحت؟ خلصت؟ اوكي محمد خلص شكله. شكله ما خلص. دقيقة. وينه؟ انا مش ملاقياه. دقيقة. لا محمد خلص خلص. اوكي. بصير بس حلقة قبل ما تكملي؟ طبعا. رجاء بس رح اعيد كمان مرة بس لانه دخل معنا ناس جداد. بس شوفوا تحت على التشات عندكم، انا في ناس بعت لهم مسجات على اساس يبعتوا لي زي ما حكينا الاسم ورقم التليفون والايميل عشان نسجل الحضور. بليز بليز ضروري قبل ما تخلص الجلسة عشان ما يروح الحضور. شكرا كثير لكم. شكرا سلمى. طيب خلينا ننتقل على محور تاني، هو برضه بده يكون في يوم مضمن برضه السؤال اللي سألته سلمى. هلا سؤالي انه لغات الحب تاعتنا وين بتيجي؟ هل هي احتياجات؟ هل هي بتيجي من التربية؟
هل قيمنا إلها دخل في لغات الحب تاعتنا أو بتلعب دور في لغات الحب اللي بنحكي فيها أو المفضلة عنا؟ وهل لغات الحب هاي بتتغير مع الزمن ولا هي إشي بيطلع معنا من الطفولة وبضل ثابت وبتغير شوي في لهجاته تحت اللغة، ولا اللغة نفسها ممكن إنه تتغير من لغة للتانية؟ شو الإشي اللي بيخلق لغات الحب هاي عنا واللي بيحدد عند هذا الشخص لغة وعند شخص تاني لغة تانية؟ حمزة تفضل. ممتاز، وخليني ألحق حالي قبل ما محمد يرفع إيده. تمام. مناقشة هاي لأصدقائنا يعني عشان ما يزعلوش منا. أنا رأيي، أنا بصراحة كتير عجبتني ملاحظة سلمى وشفت إنه ضروري نرجع نحكي فيها. هلا أول إشي، أنا مش شايف إنه كل حدا إله لغة حب واحدة. كويس. هلا يعني أنا شايف إنه بوتقة لغات الحب هاي كلياتها ضرورة، وهاي ممكن إنها تزيد أو تقل حسب الظرف الزمني، أوكي، الظروف المحيطة، الظرف الزمني، الظرف المكاني، الظرف النفسي. ف يعني أنا رأيي إنه أوكي، يعني مرات ممكن يكون في يعني خلينا نحكي جانب عام لشخص معين، أوكي، بس فيش حدا مثلا بيحبش عبارات التشجيع، خليني أحكي يعني أوكي، يعني ممكن مسألة الاتصال الجسدي يكون فيها تمايز بين الناس، يعني بحس في ناس بتحب مثلا إنه تضل مكنكنة مثلا في حضن حدا، في حدا ماسك في إيده، في إيد شخص أو بنت، وهي أكتر عند البنات ممكن أحس أنا هيك شعوري مثلا، جوز أكتر من الشباب بشعروا بالأمان أكتر بجوز بأنه إذا كان في اتصال جسدي أو حدا ماسك. بس بالعموم يعني هي ممكن تكون بطبيعة الشخص نفسه، طبيعة تركيبته الجسدية، زائد ممكن تكون تدخل بعوامل نفسية لمواقف معينة، بالإضافة للمرحلة الزمنية. أنا بأيد سلمى أنه بتوقع الوعي اللي عند الشخص وطريقة تفكيره وبناء عقله ممكن تخلي الأولويات تفرق معه. بس بالعموم يعني أنا هلأ إذا بدي أفهم الكاتب صح، هو بجوز بيحكي أنه في المرحلة اللي هو التقى بأشخاص معينين كانت اللغة البارزة هي مثلا لغة معينة واضحة، فهو ساعدهم أنه يعني يساعد الطرفين أنهم يهتموا بهاي اللغة اللي هي بارزة بهذيك المرحلة. بس متأكد تماماً إنه هاي اللغة رح الأولويات رح تختلف بين اللغات حسب الفترة الزمنية وحسب المواقف. هذا رأيي، يعني أنا ما بشوف إنه في حدا شخص عنده لغة واحدة بس والأمور الثانية مش مهمة، مش مهمة عنده. تمام. أوكي. تمام. أنا معك في نقطة، أنا شخصياً أو رأيي الشخصي إنه هاي اللغات مهمة عند الكل، لكن هي بدرجات. في ناس أولوية عندهم مثلاً إنهم يقضوا وقت مع الطرف الثاني أكثر من إنه يضل يحكي لهم كلام حلو، في ناس تانيين بهمهم إنه ينحكى لهم كلام حلو أكثر من إنه مثلاً ينجب لهم هدايا. فأي ثينك هي بتختلف حاجاتنا أو لغاتنا، لغات الحب تاعتنا كأولويات، لكن الكل هي موجود، الحاجة لهاي اللغات موجودة عند الجميع، لكن ترتيبها ممكن يكون مختلف. هذا رأيي الشخصي. محمد تفضل. مرحبا، أنا بتفق معك حلب اللي حكيتيه، هو موضوع أولويات أكثر ما هو موضوع مثلا والله في عندك لغة وما فيش لغة أخرى. في نقطة أنا برأيي الشخصي اللي هي لغة الحب، لغة الحب تتعلق بالاحتياج نفسه، الاحتياج هون جذر شهوة. الاحتياج بتعلق عند الطرفين، عند الذكر والأنثى، هي فكرة أنت شو كان مفقود في حياتك الأولى، في حياتك المبكرة، أو شو الإشي المميز في حياتك المبكرة اللي خايف تفقده. يعني بالحالتين انت الشخص الثاني بيلبي هذا، بيكون إجابة هذا السؤال من صح التعبير. علشان هيك مثلا في يعني في الستيريوتايب الشهير اللي بيحكي لك ان الانثى بتدور على والدها مثلا في الشريك، والذكر بيدور على والدته في الشريكة، هو فعليا في لحظة معينة سيفترق عنهم، فبالتالي هو بيحاول دائما يغطي غياب وهذا الحكي بيمتد يعني حتى لتفاصيل علاقتهم، بيحاول يعوض هذا الغياب المحتمل. هاي نقطة. في الشخص اللي تعرض من الحرمان، ففكرة الاهتمام الزائد عنده مهم جدا. يعني في الشخص اللي تعود على فكرة
انه كل رغباته مستجابه، ففعليا بده حدا يحكي له لا. يعني احيانا انت بتحتاج شخص يعرف يحكي لك لا، لان انت بتحتاج تسمع لا زي تسمع الاه في حياتك، يعني اللي هو التحقيق المدلل صح التعبير. هي الفكره، انت الفكره بهذا الاحتياج وتغطيته من خلال اول شعور، مش من خلال انك تعرف الشخص شوي شوي وبعدين تكتشف انه عنده قدره على هذا التغطيه، لا، هي في اللحظه هذه، في هاي اللحظه قادر تكسر هذا بينكسر هذا الحاجز عن طريق هاي التلبيه صح التعبير. وعلشان مثلا دائما الشخص الوحيد من صح التعبير بيكون شخص مضطرب في علاقاته العاطفيه، لانه بالاخر ما تعرف على نماذج مختلفه، بيكون بحق يعني كثير من الاحيان، هاي موجوده عند البنات اكثر من الشباب، حتى كثير من الاحيان الفتيات بتكون بحاجه الاخ اكثر ما بحاجه الشريك لما تكون وحيده، او الفتاه بتكون بحاجه اخ لما ما يكون عندها غير اخوه برضه. يعني بتصير فكره انه اذا بدي استغني عن اخوتي بدي يكون في واحد قادر يكون محل اخوي، يعني برضه هاي موجوده. يعني الاجابه، احنا الانسان هو مجموع، الحاضر هو مجموع الماضي، انت في الاخر شخصيتك اليوم هي مجموع التجارب والخبرات والاحتكاك اللي انت مريت فيه بحياتك من لما صار عندك وعي لحد هاي اللحظه. بالتالي هذا الحكي هو اللي بيصنع ان صح التعبير ستايلك او ذوقك. الموضوع ما فيهوش والله شيء جيني، يعني لا، الموضوع فيه تجارب، الحياه كلها عباره يعني 99% منها بترجع للتجارب، مش للاذواق الغير قابله للتحليل. صحيح، وهي تجارب كمان مهمه انه احنا نستكشف، يعني مهمه نستكشف احنا شو لغاتنا او احنا شو حاجاتنا، الحاجات شيء واللغات شيء ممكن تكون، لكن التجارب بتخلينا، كل تجربه جديده بتخلينا نكتشف شيء جديد عن حالنا. مرات احنا بنكون مفكرين حالنا انه لغتنا شيء بعدين بتطلع شيء ثاني، صح، حتى فهمنا لذاتنا كمان بيختلف من علاقه للثانيه. تفضل ممتاز. صح، وحلا بعد اذنك بس قبل ما اخلص شغله سريعه، يعني احنا في عندنا برايي الشخصي تعريف مش دقيق لفكره العلاقه الفاشله. مش كل علاقه بتنتهي يعني علاقه فاشله، صح؟ انت في الاخر العلاقه اوكي، في علاقه فشلت لانه اختيارك من البدايه كان واضح انه خطا، وفي شيء كان صح في لحظه وخطا في لحظه ثانيه. الصح والخطا مش مفاهيم مطلقه. يعني في شخص كان اجابه على سؤال بتعلق برغبتي في الشريك في لحظه معينه، بعدين بعد سنين عرفته اكثر واكثر وبطلنا قادرين انه احنا نكون اجابات على بعضنا. برجع للافلام مره ثانيه، فيلم ذا ريفوليوشنري رود لكيت وينسلت وليوناردو دي كابريو، لما حكت له انت مش حدا حبيته، انت حدا اسعدني في حفله من 10 سنوات، هاي الجمله الرائعه اللي حكت له اياها. هي فعلا حبته، هي فعلا حبته، بس بالاخر بطلت بحبه بعد 10 سنين لانه اختلف، يعني بطل هو الاجابه على هذاك السؤال. صح. شكرا محمد، كثير هاي النقطه الاخيره مهمه، قصه انه ما نحكي اذا الزواج انتهى ما نحكي انه العلاقه فاشله. عشان هيك لما نيجي نحكي عن الاسباب نسال شو اسباب انتهاء الزواج، او شو اسباب انه الحب عم بيروح بعد اول سنه زواج مثلا، بيكون السؤال، ما بيكون السؤال شو سبب انه فشل العلاقه. ابو يوسف تفضل. اي الحقيقه ملاحظه على ما سبق يعني من مداخلات، في قاعدة، الحقيقة قاعدة عامة مهمة جدا في الحياة عموما وفي علاقة الشريك مع شريكه خاصة، قصة الارتباط الدائم بين الشعار، اللغة الشعار والسلوك. هلأ أنا إذا بحكي ليل نهار بس سلوكي لم يعكس كلامي، شو صار هون؟ فقد الطرف الآخر فقد الثقة. الانفصال بين الشعار والسلوك يفقد الطرف الآخر الثقة. على يعني أقولك المثل المصري، أسمع كلامك أصدقك، أشوف أمورك أستعجب. هذا مثل مصري معبر جدا يعني عن هاي القضية. فهاي قضية حساسة ومهمة كمان لاستمرار الثقة ولاستمرار العلاقة. والكل بيعرف بأنه بناء الثقة يأخذ وقت وهدمها لا يأخذ وقت، ببساطة يعني بناء الثقة يأخذ، قد يمكن يأخذني 10 سنين أبني ثقة، وبحادثة واحدة أو موقف أفقد الثقة أو الطرف الآخر يفقد الثقة. إذا بدي أعيد بناءها يمكن تأخذني، مش رح تأخذني 10 سنين، رح تأخذني 20 سنة لقدام. فهون يعني هون ال 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 هون معنى الصفحة اللي ذكره تشابمان، قصة سامح واصفح وارجع جدد العلاقة دون اجترار الماضي، دون تذكر الماضي، دون تذكر الجوانب
التاريخ السيئة والتجارب السيئة فتجاوزها انساها. هلأ طبعا هذا كلام يعني في كتير جانب نظري، لأنه فعلا الود إذا راح عودته مش سهلة، بياخد وقت ليرجع الود، عودته أبدا مش سهلة، وخاصة لما المسبب لفقدان الود مسبب كبير، يعني مسبب مش عابر، مسبب ضخم هيك، خيانة، إشي يعني كذبة كبيرة، واضح تماما يعني أنه كان في ثقة وانفقدت، هون بيروح خلص بيروح الود وبيبطل يرجع. فهون كمان يعني برجع هون لقصة أنه كيف المحافظة على استمرارية هاي العلاقة ومن البداية. يعني حلا يمكن رأيك يكون مش عارف، يعني أحترم رأيك، بس إنه والله مش كل علاقة فاشلة، مش كل علاقة زواج فاشلة تعني إنها كارثة. لا، هو أكيد مش كارثة، لأنه يعني في الأول وفي الآخر في اثنين بدهم يعيشوا. بس هلا كل شيء قابل للإصلاح، بس في إشي أصعب من إشي، وفي إشي أسهل من إشي، كله بيعتمد على مقدار فقدان الثقة بين الطرفين. إذا المسألة عابرة ممكن يتجاوزها الواحد، إذا المسألة إذا الخطأ مش عابر، خطأ جسيم، هون في صعوبة، هون في شيء انكسر. ومعلومكم يعني هلأ كتير صعب إنه 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 إنسان يكسر قلب إنسان، هذا كتير كسر القلب مشكلة عويصة، بضل ندبة، بتضل إلى الأبد أحيانا. يعني إذا حاول ينساها الإنسان ما صعب ينساها، يمكن يغفر، يمكن يسامح أو يصفح، بس بنساها لا، لأنها ندبة بتضل موجودة بشكل دائم. فالحرص على الثقة عامل من أهم العوامل اللي لازم ينتبه لها الإنسان، بأنه إيش ما حكى يكون سلوكه متناسب مع هذا الكلام ويعززه ويكسب ثقة الطرف الآخر، ويكون حريص على ذلك. لذلك دائما الصدق دائما يودي للخير. الكلام أنه يعني حتى لو في غلط، حتى لو مضمونه كان مخطئ، أنا الصدق فيه أفضل من الكلام المعسول والسلوك المعاكس لذلك. أوكي تمام، شكراً. لينا تفضلي. عفوا، بس حبيت أضيف كمان بخصوص الثقة وموضوع الثقة، إنه هلأ أنا بوافقك أستاذ معتز، بس الموضوع إنه إذا أنا كان عند الشخص المقابل رصيد كافي من الثقة والمواقف، ما رح ينهدم بموقف عابر أو بغلطة أو بهفوة خلينا نسميها. هلأ حتى مذكور بالقرآن مثلا بسورة النساء، فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. فما حدا عارف، ربما إنه هاي الغلطة أو الهفوة أو إلى آخره تقرب بيناتنا بطريقة بشكل أو بآخر، ممكن تفهمني أكثر عن الشخص المقابل. هلأ الصدق ضروري وأساسي أكيد، التصارح والتفاهم أكيد، الواحد ما يخلي شيء بقلبه بغض النظر، بس إنه أنا أعبر شو الشيء اللي ممكن يعني مثلاً ضايقني من الشخص المقابل، شو الشيء اللي ممكن عزز ثقتي فيه، شو ممكن يعني كيف ممكن أبني العلاقة بشكل واعي وصريح وصادق وأساسي، حتى إذا صار أي موقف بيناتنا يقول الشخص المقابل إنه هذه الإنسانة مثلاً قدمت لي كتير، أو هذه الإنسانة صدر منها موقف أكثر من مرة وكانت معي، كان في صدق فيها. فممكن هاي كلياتنا يعني بشر، إحنا بنخطأ أكيد والهفوات بتصير، بس هي موضوع إنه الثقة تنبنى أكيد تاخد وقت لتنبنى، لكن الشغل الأساسية إنه الثقة هاي ما أخلي موقف عابر أو خطأ أو زلل من هذا الشخص يهدم كل اللي بنيناه سوا. صحيح، شكراً لينا. ونقطة خزان الحب هون كتير كتير مهمة، لأنه أنت الرصيد اللي للشخص الثاني عنا هو اللي بيخلي مجال للتسامح والغفران أكثر، أو أنه نمرق الأشياء اللي بتصير لأنه إله رصيد. أما لما ما يكون عنده رصيد، خزان الحب تاعنا فاضي، ما بيكون عنا نفس القدرة على التسامح والغفران أو أنه نمرق هاي الأشياء اللي عم بتصير. رامي تفضل. أوكي، بدي أفوت على شوية أشياء عملية، وبرضه رح نحكي عن اللغة. بس قبل ما أفوت على اللغة، رح بدي أعرج على موضوع الهفوة. الهفوة موضوع نسبي، إذا أنا عملتها فهي هفوة. أوكي، الشخص الثاني عملها ممكن ما تكون هفوة، أو ما هي هفوة لإلي ممكن ما تكون هفوة لغيري.
وإذا أنا معتبر الشخص الثاني، وهون ننتبه، إذا أنا كمان اعتبرت الغلطة اللي عملها الشخص اللي قدامي هفوة، وهو الغلطان مش معتبرها هفوة، راح يفكر إنه معناته في خلل بمشاعر اتجاهه. يعني الشخص عرف إنه غلط، وبالنسبة لإله الغلطة اللي غلطها بالنسبة لإله الغلطة اللي غلطها يعني مش حلو تنغلط، وأنا أخذتها على أساس أنها هفوة. فبدنا ننتبه كمان من ناحية لغة الهفوات، موضوع نسبي مبني على قيمنا الشخصية وما هي ترجمتنا لكلمة غلطة أو هفوة، ومدى سحب، يعني كل شغلة مقدار السحب من الخزان تختلف من شغلة للتانية. يعني القصة مش أسهم، يعني الغلطة مش بسهم، الغلط ممكن غلطة بمئة سهم وغلطة بتسحبش ولا سهم، يعني ما لا تعتبر. هذا واحد. تنين نيجي للمواضيع اللي بناخدها بشكل عادي، خلينا نسمي كلمة صدق. كلمة صدق يعني بال 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 بعدة معتقدات يسمح للكذب في حالات معينة، أوكي؟ ومن ضمنها العلاقات الرومانسية، أوكي؟ يعني بالمعتقدات الروحانية يسمح بالكذب بالعلاقات الرومانسية وبالغزل. وبالتالي كلمة صدق، يعني لما أنا مثلا شاري بدلة جديدة ومكيف عليها وكذا، قولها شو رأيك بهالبدلة؟ تيجي تقول لي مثلا شو القرف هذا اللي شاري؟ طب ما أنا بدي أقيم الدنيا وما أعدهاش، أوكي؟ على أساس أنه أنا صادقة، لازم يعني لازم أعطيك الحقيقة. والعكس إذا البدلة ما بتترجع، هون المشكلة. لما بنحكي على اللغة، وأظن الكتاب إلا يكون تطرق لهذا الموضوع، هو إيجاد لغة مشتركة. يعني لما بنحكي على لغات الخمسة، صحيح بدنا نعرف لغات بعض، بس بدنا بالآخر بس نعرف لغات بعض، نتفق على لغة مشتركة بيناتنا عشان نفهم على بعض شو قصد كل واحد فينا، وبالتالي من أي شغلة بتنعمل. عشان هيك لقدام بنصير نضحك على الأشياء الغلط. تتذكر لما أنت كسرت التلفزيون؟ طبعاً يوم وقت ما كسر التلفزيون قامت مصيبة، بس بعد ما تعودنا على بعض اللغة صارت مشتركة وقدرنا نتعامل مع المواضيع بشكل مختلف. فبدنا ندير بالنا من الطرق العملية، يعني عملياً شو معنات هفوة، عملياً شو معنات صدق، عملياً شو معنات مجاملة، وهل أنا بكون بكذب لو أنا جاملت شريكي بالحياة؟ شكراً. تمام، شكراً جامل، شكراً. حمزة تفضل. محمد ما حكيت صح؟ محمد تفضل. لا ما حكيت، بس إذا حمزة بيحكي قبل ياخد راحته يعني. قصدي اللي ما حكى على هذا المحور يعني، زي ما بتحب. هذا المحور إذا حمزة بده يحكي قبلي، لأنه هو يعني علق على موضوع اللي بحكي كثير، فإذا هو بياخد دوري أهلا وسهلا يعني. ما في مشكلة. حمزة طيب بتفضل، مش هيك عايز. حمزة زعل عشان طيب احكي يا محمد يلا. طيب اوكي، في بدي احكي كم شغلة هلا فتحت نفسي على موضوع الصدق وغير الصدق. انا في شغلة تانية بفكر فيها بصراحة، كنت دائما انه ليش في جانب من الاحتكار في الحب، انا مش فاهم يعني ليش ما يكون مثلا علاقه الحب واحد مع واحد، ليش ما يكون نفس الشخص بيحب اكثر من شخص؟ ما دام الحب قيمه قابله للتكميه، صح التعبير كوانتايزيشن بهذا الشكل، ليش ما يكون في ماشي في شخص بيلبي بيحكي معي بلغه الحب بجانب معين، شخص اخر بيحكي بلغه الحب بجانب اخر؟ فكره الاحتكار بحد ذاتها بتضع عبء هائل على الشريك. هي هون الفكره، بما انك بتضع عبء هائل هون على الشريك انه هو لازم دائما يجاوب كل الاسئله، لازم دائما يكون حاضر في كل المواقف، لازم دائما في لحظه الضعف يكون هو المصدر القوه القادم. بالتالي اذا كان فعليا، انا من وجهه نظري، اذا كان فعليا في لحظه معينه علاقه الحب قابله لاعاده التعريف بشكل لحد الان هو غير تقليدي، اللي هو فكره انه ما تكونش العلاقه واحد لواحد، انا برايي ينبغي اعاده النظر فيها. هاي نقطه. النقطه الثانيه، موضوع الصدق والكذب، مين حكى انه الصدق نقيض الكذب؟ يعني بالاخر ممكن يكون ماشي
الصدق حالة انتقائية إن صح التعبير. أنا في شغلات بحكي عنها وفي شغلات ما بحكي عنها، وفي شغلات والكذب يعني على الشغلات ما بحكي عنها مش بضرورة إني أحكي معلومة غلط عنها. يعني لما ما بحكي عنها هو الطرف الآخر بيفهم يعني، أو مش بيفهم، قد يستهجن إن صح التعبير إنك ما حكيت فيها. بس بالآخر أنت هيك وصلت إجابتك بشكل واضح يعني. يعني وهاي بحد ذاتها أنا برأيي الشخصي بتتملص أنت من فكرة إنه تعقيد امور، خصوصا انه هذا الموضوع بيعتمد على التوقيت. يعني في الاخر اذا كانت العلاقه مضطربه ما ينفعش واحد يكون صادق ويحكي شو هاللبس اللي مش نافع يعني. لا بدك يعني في هاي اللحظه ما بحكي في الموضوع، باجل الموضوع هذا بعدين يعني. يعني الموضوع فيه تكتيك، وعشان هيك حكيناها قبل شوي، موضوع انك تشتغل على العلاقه نفسها بحد ذاتها هو شيء ضروري. العلاقه ما بتتاخذ هيك فور جرانتد، ما بتتاخذ هيك زي ما هي، لا بدك باستمرار تشذبها وتطورها وتعالج اخطائها وتعالج مشاكلها عشان تحافظ عليها. هو محرك هاي الحركة باستمرار، ومحرك عملية التحديث والتطبيق هو الأساس العاطفي الصلب اللي هو موجود فيه. تمام، شكراً محمد. حمزة تفضل. حلا، بس رامي بده يعلق تعليق سريع على تعليق محمد. أوكي. أنا كنت والله بدي أعطيها لرامي بدون ما تحكي يا سلمى بصراحة. رامي بدك تعلق على محمد؟ أنا لأني شغالة على على الكومنتس والمونيتور. في كومنتس أي ما انتبهت. تحية واضح لرامي، بس أنا والله بدي أعطيها لرامي قبل ما شو اسمه. يلا ما أحسنكم اليوم، كلكم ما أحسنكم. يلا يا حبيبي بطلع له أبو الروم بطلع له. حبيبي يا حمزة، فعلا تعليق سريع عشان بس ما أخذ من وقتكم. الحب شعور وهو تحت مظلة الذكاء العاطفي، أما أما القيمة فهي المحبة. الحب شعور، وإحنا عم نحكي عن التعبير عن شعورنا بالحب اتجاه شريكنا، وهي تختلف عن القيمة، والقيمة هي المحبة. الحب لا يمكن أن يكون قيمة، الحب شعور وهو تحت مظلة الذكاء العاطفي. نعم يمكن أن نحب أكثر من شخص، لكن عملية التعبير هي تصرف وأكشن، واختيارنا بالتعبير هون اللي بيصير إكسكلوسيف. يعني ما ممكن ما نقدر نتحكم بشعورنا، بس احنا عندنا القدره بالتحكم على مين نعمل التصرف تبع الشعور هذا. بس هذا التعليق السريع. شكرا. صحيح. صحيح تمام. حمزه تفضل. اوكي تمام. انا بدي ارجع على موضوع العلاقه واستمراريه العلاقه. انا رايي اساس العلاقه اللي بدها تستمر، اوكي، العلاقه اللي بدها تستمر هو التضحية. أوكي. ليه التضحية؟ لأنه إحنا عايشين بكيانات فردية، تمام؟ كل واحد فينا عايش في عالمه، وهذا العالم هو بنا بالطريقة تبعته، وصعب يدخل عليه حدا تاني، تمام؟ حدا تاني يشاركه في نفس هذا العالم بده يؤثر على طريقة الترتيب تبعته. فبالتالي لما يدخل هذا الطرف الثاني راح يتطلب منا تضحية معينة، بحيث أنه المناطق المتقاطعة اللي راح تكون كبيرة علاقتنا بهذا الشخص لازم يكون مش رح أنا أقدر أمشي العالم تبعي بالطريقة اللي كان ماشي فيها أول. فالحب مبني، أنا برأيي اللي هي الحب اللي مستمر اللي فيه نوع من الالتزام، مبني على التضحية. فالشخصين اللي بيرتبطوا مع بعض وبعدين بنفصلوا، يا أما حجم التضحيات بيكون بالنسبة لشخص منهم كبير ويمس المحرمات أو الحدود الحمر، اللي أنا بديت أول مرة بحكي عن الحدود الحمراء، تمام؟ يا أما لا، هو يعني عنده درجة من الأنانية إلى ما عندوش استعداد إنه يتخلى حتى عن جزء بسيط من عالمه هذا مقابل الطرف الآخر. وهذا الشخص غالبا راح يكون عنده مشكلة باستمرار بالعلاقات، يعني مشكلة مع الناس، لأنه صعب يلاقي البست فيت له اللي هو كوبي بيست عنه، يعني أوكي اللي بده يقدر يمشي عالمه زي ما هو فيه. فهاي برأيي مسألة كتير أساسية في العلاقات اللي بتبدأ تتوجه نحو الالتزام. وهذا الحكي بطريقة أو بأخرى بودينا للإحصائية اللي مكتوبة في الكتاب واللي حكى عنها أبو يوسف في البداية. إحنا بعد فترة من العمر بصير عنا السيت اب تبعنا لحياتنا، بصير التغيير صعب عنا. كل إشي له علاقة بالتغيير بصير صعب. تغيير الشغل صعب، تغيير البيت صعب، تغيير العادات صعب. فإشي طبيعي إذا شخص بتجوز للمرة الثانية مثلاً بالأربعين إنه ما يقدر ينسجم مع الطرف الآخر، خاصة في مجتمع الطلاق بالنسبة له إشي طبيعي. يجوز في مجتمع زي مجتمعاتنا لا خلاص يسكت على اللي موجود ويضل ماشي، بس مجتمع فيه حرية القرار بيكون من الصعب يلاقي حدا يقدم له تنازلات، فبتصير نسب الطلاق أكبر. أوكي، على الزواج الثاني وعلى الزواج الثالث بيجوز نسب الطلاق كمان أكبر، لأنه بصير صعب إحنا نتخلى عن
أي بس يعني ملاحظة في بالي كنت بدي يعني بدي أحكيها من أول. وملاحظة تانية عشان ما أنسى كمان اللي حكته الأخت أظن لينا عن موضوع إنه العلاقات مش بس مربوطة بالعلاقة بين الزوجين. كويس، إذا إحنا طلعنا على المنظومة اللغات الخمس اللي حاططها الكتاب بنسب متفاوتة بنلاقيها أنها عموماً إلها علاقة بالتحفيز الشخصي، بال شو بسموهم ال شو اسمه البناء الشخصي والإيش اسمهم هم بالإتش آر بسموهم هدول بالتنمية 100%. يعني لما أنت تجي لواحد تحكي عبارات التشجيع، طب هي عبارات التشجيع تزبط في علاقتي بزميل العمل كمان أو بمديري بالعمل، مظبوط ولا لا؟ وعبارات التشجيع هاي بتعطيني موتيفيشن إنه أنا أشتغل منيح وإنه أنا أحب هذا الشخص كمان، وإنه مظبوط ولا لا؟ فهي بالعكس يعني هي يعني إذا بتطلع عليها هي مرتبطة ببعض، كويس، مرتبط يعني مرتبطة بالعلاقة الحب اللي موجودة بين زوجين بدهم يستمروا، بين العلاقات بالإجمال عموما بنسب متفاوتة. بجوز إلا لما نحكي عن الجانب اللي هو الاتصال البدني، هون بتصفي المسألة فيها خصوصية أكثر، مع إنه يعني بثقافة المجتمعات الأخرى الاتصال البدني مهم. يعني الناس برا بتشوف حدا بالشارع وحدة متضايقة صار معها موقف بتعبطها وعادي، بجوز يعني الأمور تمشي هون بجوز أطخوك مثلا، بس المهم قصدي الاتصال البدني مهم كمان بمجتمعات أخرى بطريقة أو بأخرى، لكن هو من منطلق الحب بيحكي أكثر عن جوانب تانية، بجوز مش هو الأساس، بس الأمور التانية زي تكريس وقت، حتى إعطاء الهدايا يعني مع الناس اللي أنت بتعزهم أو بتحبهم بدون ما يكون هم أزواج بيكون إلها معنى مرات، حتى الهدايا البسيطة أو المعنوية وبتعزز العلاقة حتى لو أنها صداقة خلينا أسميها. أوكي، فبالعكس أنا شفت حلو المقاربة، يعني حلو أنه عكس الموضوع على علاقات من نوع آخر، لأنه فعليا بالآخر إحنا بشر، بالآخر المطلوب إذا بتطلع عليه من الكتاب هو أنك أنت الطرف الآخر تخليه مبسوط وترفع معنوياته من خلال هاي الأعمال، وهذا الحكي بيحصل بالعلاقة حتى بين صديقين أو بين ناس أقارب أو بين علاقتي مع مسؤولي بالعمل أو زميلي بالعمل. صحيح، وأنا معكم عينا، هو الموديل هذا أو النموذج بينفع لأنواع علاقات مختلفة، لأنه إذا بتقدر يعني بنقدر نسقطهم على كل علاقاتنا. يعني في أمهات مثلاً بيعبروا لأولادهم بالحضن مثلاً أو بالكلام، في أمهات أبداً ما بيعبروا، حتى في أباء مثلاً بيحضنوا أولادهم، أولاد بيحضنوا أبهاتهم، بس في أباء مثلاً ما بيعملوا هذا الحكي. مثلاً أنا إذا بدي أجي على الموضوع كتجربة شخصية مثلاً، وهون بيجي كيف إنه التربية عم بتأثر على لغات الحب تاعتنا. مثلاً أنا والدي ما كان إنه يحكي كلام مثلاً إلنا كأطفاله أو كذا، يحكي كلام حلو أو كلام تشجيعي، وما كان إنه يحضن أو إنه ما كان عنده. كثير من أبهات في المجتمع الشرقي مثلاً ما بيحضنوا أولادهم مثلاً، يمكن كمان زمان أكثر من هلا. هذا الإشي، بس بابا كان عنده مثلاً طريقة إنه يعبر فيها عن حبه، إنه يجيب لكل حدا الإشي اللي بحبه. حلا جبت لك هاي الشوكولاتة اللي بحبيها مثلاً، أحمد جبت لك كذا، وكثير كان يعبر بالهدايا. وهذا إشي مثلاً طلعني أنا كشخص لفترة طويلة من حياتي كنت أعبر بحبي للناس اللي بحبهم، كتير أجيب هدايا، بعدين حسيت الموضوع صار أوفر، إنه أنا كتير عم بشتري هدايا للناس اللي بحبها، مخسر، صار الموضوع غريب. فالأهل الطريقة اللي بيستخدموا اللي بحبونا فيها أهلنا كتير بتأثر على الطريقة اللي منعبر فيها في الحب للأشخاص التانيين. فهو دفنت لي هذا النموذج بزبط في علاقاتنا الثانية، مش بس في علاقات الحب. شكرا حمزة. أبو يوسف تفضل. في كثير دور أساسي للطباع، طباعنا الشخصية، يعني طباعنا الشخصية ما بنقدر نهملها. بمعنى هلأ إذا بدك تحطي مسطرة فيها من هون غاية في الجمال ومن هون غاية في القبح، صنفي الطباع بين هالنقطتين هدول. هلا في ناس صعبين، في ناس سهلين، شيك ولا لا؟ طبعا كله خاضع للتربية والتاريخ والخزان القديم تبع الطفولة وكل هاي الأمور والعوامل اللي وصلت الإنسان لهون. وفي النهاية يعني زي ما قال حمزة، في النهاية قصة إنه كلها علاقات إنسانية صحيح، بس هاي العلاقة التشاركية الشراكة بين فردين بين شخصين، هاي علاقة خاصة الحقيقة، إلها عناية خاصة. فهون يعني بخطر في بالي قديش الإنسان ممكن يكون
جميل في تصرفاته وقديش ممكن يكون قبيح في تصرفاته في بنيته الطبيعية. هاي ما إلها درب، يعني هاي ممكن تعلمها وممكن تليين المسألة. يعني لذلك قديما قالوا، حكوا عن الصفح الجميل وحكوا عن الصبر الجميل وحكوا عن الهجر الجميل. يعني شوف المعاني هاي، معاني صعبة، الهجر صعب والصفح صعب كمان مش سهل إلى آخره. فإذا الإنسان عنده هاي الجمالية في إنه يكون عنده الصبر الجميل والصفح الجميل مثلا، ينقلب الأسى، تنقلب الشدة إلى سهولة، تنقلب السلبية إلى إيجابية. هلأ هون أنا أظن هون قصة الذكاء العاطفي وقصة يعني كل شخص إله خلينا نقول معياره وإله طريقته وإله طبعه في الأول وفي الآخر، وهذه ممكن استكشافها من بدايات قصة الطباع. يعني استكشافها مش 100% بس ممكن استكشافها من البدايات، إنه هذا الإنسان سهل التعامل معه، دمث، أخلاقه دمثة وحلوة، وهذا الإنسان لا والله صعب، أنا بشوفه صعب لا يمكن إرضاءه أو عنده مشاكله النفسية، هذا ممكن يظهر من البداية. فالعوامل الشخصية مهمة هون. تمام، شكرا. أوكي. محمد، حاسة إنك بدك ترد على حمزة على الكلام اللي حكى عن بس حلا قبل ما محمد يبدأ يحكي وما يوقف لا بس بدي أحكي إنه إحنا فعلياً هلأ خلصنا الساعة ونص، فاللي إذا حابين تكملوا ما في مشكلة أبداً. I think هو ضايل 5 دقايق لأنه بدينا إحنا يا ما يعني 5 دقايق بس فمعكم يعني... 5 دقايق محمد وحمزة وأي حدا إذا أنت كمان حابة يعني تحكي أي بأشياء تانية إن شاء الله. محمد تفضل. طيب كلامك سلمى ما راح يخليني اخفف كلامي على فكره، راح اخذ راحتي وطلع ما خوفتيني بهي الطريقه. اللي بدي احكي هذا قصدي اصلا يا محمد، اني انا عارف انك راح تاخذ راحتك، ضيعت ال5 دقائق. يلا يا محمد. لا ما بدي ارد على حمزه بالدرجه الاولى، انا بدي اكمل على كلامك حلا بخصوص موضوع تاثير الاهل، تاثير كذا. في شغلات تتعلق بالمجتمعات، مجتمعاتنا احنا تحديدا في المشرق، انه اول شغل دور الاهل تراجع كثير عن زمان. يعني ما عاد الاهل هم البوصله الوحيده اللي الانسان بيشوف منها الصح من الغلط وكل المعارف والخبرات والتجارب بياخذها منهم. هلا صار في عندك كل واحد في جيبته انترنت وبيشوف شو بده، بيشوف العالم كثير. فبالتالي اثر الاسره صار اقل واثر المحيط عم بيزيد. هاي شغله. الشغله الثانيه، احنا عايشين في مرحله انتقاليه هلا في الاخر. المجتمعات التقليدية، مجتمعات الأسرة والعائلة الصغيرة ثم العائلة الممتدة، عمالها شوي شوي بتتفكك، نتجه عمالنا للحالة الأكثر فردانية إن صح التعبير، اللي هي مقتبسة من التجربة الغربية. مش إشي كان كتير مألوف في مجتمعاتنا. فبالتالي الاقتباس من هاي التجربة بيخلي عنا شكلين. في عندك الشكل اللي يتزمت في تمسكه بالعائلة وبالهوية، وبالتالي يرفض اشكال التعبيرات المختلفه عن لغات الحب. وفي شخص، في طرف اخر رايح ب يعني بيزود على الغرب نفس الثقافه، يعني هو بيصير اكستريم اكثر منهم. ودائما طبيعه في الاطراف بشكل عام، الاطراف بتكون متطرفه عن المركز اكثر. يعني مش صدفه انه واحد مثلا زي هتلر كان نمساوي مش الماني، هو اثبت المانيته وتعصب لالمانيته اكثر عن طريق لانه هو نمساوي، هو بده يعوض هاي النقطه. فبالتالي فكره انه احنا فطريقه التعبيرات ازدادت، ومنها بتنتشر عندك مصطلحات جديدة ما كانت فعليا مصطلحات مألوفة وما لها داعي. يعني زي مصطلح الكراش مثلا، انا عندي كراش هون وكراش هنا، يعني صعب تحكي انا عاجبني فلان وعاجبني فلان، لازم تحكي كراش. لا، هي فكرة مقتبسة من ثقافة اخرى، بس بده يحاول واحد يرسخ انسلاكه عن المجتمع اللي هو عايش فيه. وما ينطبق على ذلك ينطبق على طريقة التعبير عن العلاقات وعن طريقة عن طريقة انهاء العلاقات. يعني ما عاد في حالة صحية للتمسك بالعلاقة، وعشان هيك صار في سخرية مثلا من تعبيرات الحب التقليدية. عشان هيك هاي فكرة مثلا السخرية من حدا اللي بيهدي ورد، انه نعتبر هدية الورد هي هدية تافهة، يعني هدية اللي اي كلام، هاي شو هدية الورد، حكي فاضي. ليه؟ لانه انت بتحاول دائما تعبر عن فكرة انك انت لم تعد بالصورة الرومانسية التقليدية اللي كثير، اللي تعبيراتها المجردة من القيمة باستثناء القيمة المعنوية تعنيك بشيء، ومنها الورد ومنها الكلام ومنها الغزل ومنها نوعا ما الاحتواء ان صح التعبير. كل هاي التعبيرات وهاي
المفاهيم عمالها تتفكك شوي شوي وعمالها تتراجع. هلا هذا الحكي صاير في الجيل اللي احنا فيه، واحنا الجيل اللي احنا فيه جيل منحوس، يعني جيل المواليد الثمانينات اواخر السبعينات لحد بدايه التسعينات، حتى التسعينات كله هو جيل منحوس، هو جيل فعليا عايش بلا هويه، هو فعليا جيل لا هو عارف حاله، هو فعليا ينتمي للثقافه العربيه التقليديه، او مش الثقافه العربيه، للثقافات المشرقيه التقليديه ان صح التعبير، ولا هو عارف يتغرب بشكل كامل، فبالتالي هو ضايع بين هون وهون، وبالتالي في عنده اختلال في الموازين وهو غير قادر على التعبير عنها. علشان هيك تنتشر عندك فكرة الشاب اللي بيحب ينشر مع فتاة كول بس ما بيرتبط بفتاة كول، وبعدين صار في الشاب اللي بيحب يرتبط بفتاة كول عشان يجاكر الناس الثانية، يعني كل في حالة مش طبيعية فعليا، الناس مش عارفة شو بدها، الشباب مش عارف شو بده. هذا الحكي ما بنحل بشكل مستقل، يعني بالآخر مش هاي جزئية لحالها في لها كتالوج كيف أسئلتها وفي إجاباتها، هاي الشغلة مرتبطة بتغيرات تمظهرات ثقافية طويلة عريضة بدها تتغير في هذا المجتمع، وراح تاخذ وقتها، يعني انا برايي حتاخذها كمان 10 20 سنه يعني لحد ما تتغير. تفضل. شكرا محمد. طيب حمزه على السريع قبل ما نختم، تفضل حمزه. كان في سوري حمزه، كان في كمان عبد الرحمن بده يحكي بس ما بعرف وين راح. يلا اولا خلي عبد الرحمن يحكي اولا، ما في مشكله. يلا. لا هو انا مو ملاقيه، اي ثينك انه طلع بس كان رافع ايده، فاذا رجع عشان خليه يحكي بعدك. تفضل حمزه. انا جاهز، احكي لي بقطع وبحكي. يسعدك. اوكي هلا انا بدي شو اسمه، بتعرف لازم ادق في محمد، انا فهمت علي لانه بعرفش على جلدي بحكني ما خذ راحتك. هو يعني جيل السبعينات احسن جيل يا محمد، جيبش سيرة جيل السبعينات راتيهين ولا ايش، احنا امورنا زي الذهب اواخر السبعين. اوكي فيعني الله يخليك. بعدين هتلر، يعني اوكي هتلر كان مش الباني بس هو كان بدعو لل التفوق العرقي الآري اللي هم مسويه بنفس شو اسمه. يلا بدي أدق فيك في كل اللي حكيته. طيب أوكي، أنا نقطتي كانت بدي أحكيها حلا وحبيت أحكيها بالنهاية، اللي هي أكتر ميزة شفتها في الكتاب اللي هي استعداد الأطراف للتغيير. هاي مسألة اللي هي دائما بتكون مشكلة، يعني عندنا يعني بمجتمعاتنا، أنا بحكي انه يعني كمان معلش بدي اضيف يعني برضو على نقطه ثانيه حكاها محمد بجوز وما قرأ الكتاب، انه في واحده من الامثله كانوا ناس يعني عايشين عيشه قرويه، حتى الزوج حكى انه انا يعني كنت بحاول اقلد ابوي بطريقه تعامله مع زوجته، انه المره بالمطبخ هيك حكى صح ولا لا، انه المره بتطبخ ومش عارف ايش وانا بشتغل، فكان بيعكس صوره ابوه اللي هي يعني صوره قريبه من مجتمعنا على فكره بشكل او باخر. اوكي بس الحلو الملفت هو استعدادهم للتغيير. أنا هاي المسألة اللي لفتتني واللي مهمة إلنا يعني كمجتمعاتنا نطلع عليها، إنه هل أنا أوكي، هل أنا مستعد إنه أطلع برا الكومفورت زون تبعتي إنه أقدم تنازلات وأتغير لاستمرار هاي العلاقة. هاي المسألة للأسف يعني بمجتمعنا بالأجيال اللي بشوفها حوالينا بشوفها قليلة بصراحة، من المؤسف بتشوف الناس لا عندهم استعداد يروحوا للانفصال ولا انهم يعني يغيروا. فهي كتير مسألة حساسة، الاستعداد للتغيير والاعتراف بالخطأ او يعني المرونة، هاي كتير مسألة مهمة لاستمرار العلاقة واساسية جدا، موجودة في الكتاب بعدة امثلة، وانا بعتقد احنا بمجتمعاتنا محتاجين انه يعني نشتغل عليها، احنا كتير عنا تمسك وتصلب بهاي المسألة بس. وشكرا. شكرا حمزة. أبو يوسف لأنه لازم ننهي، معك دقيقة. مش أكثر من دقيقة. ورد حكى شابمان عن القضية هاي اللي حكاها حمزة وبسرعة، قال القالب العام لدور الرجل أو المرأة في المجتمع الأمريكي، هناك قالب عام كان موجود في المجتمع الأمريكي، المرأة دورها هيك والرجل دوره هيك، لأنه الكتاب بس... قديم أبو يوسف كمان. صحيح صحيح صحيح، بس لفت النظر لضرورة إعادة النظر في الأدوار النمطية لتخطي هاي المصاعب. لابد من إعادة النظر في هاي الأدوار النمطية. أمريكا تجاوزوها خلص، انتهى الموضوع عندهم. إحنا لسه إحنا لسه في مراحل يعني قديمة شوي في هذا المجال. في أمل، عم نحاول، في أمل. لابد من إعادة النظر في هاي الأدوار النمطية للوصول للقناعة إنه أنا لازم أنظر للأدوار هاي بطريقة مختلفة. وشكرا. شكرا شكرا أبو يوسف. محمد بدي أنهي. محمد دقيقة بدي أنهي. ورامي دقيقة كمان. يلا رامي أول، لأن رامي أول لأنه محمد حكيت. رامي يلا. رامي أنت ميوت. أنا
ميوت. بنسى هذا الموضوع. انا بدي احكي بموضوع اداري. رجاء من الجميع، سلمى من حساب اوت اند اباوت، يعني بتشوفوا في حساب اوت اند اباوت، روحوا على الشات رجاء قبل ما تطلعوا، اللي مش مسجل بالتطبيق يبعث المعلومات، رح يلاقي اسئله موجوده عنده بالتشات كتشات خاص مش تشات عام، يعني مبعوث له للشخص بشكل خاص، فرجاء ان تجاوبونا عليه عشان عم بننظم عملية الحضور وتساعدونا بهالموضوع اللي مش مسجل بالتطبيق. شكرا كثير لكم وبترك الموضوع. شكرا رامي. محمد على السريع. بس بدي اتفق مع ابو معتز وابو مجد باللي تفضلوا فيه صراحة عن موضوع ضرورة التغيير، وانا شايف ان التغيير حتى مش كتير نشيل همه لانه جاي يعني في الاخر مهما حاولنا قتل الازهار الربيع جاي وبالاخر الدنيا بتتغير بالتدريج، وصح في يعني نوع من في هزة بعيشه مجتمعنا، بس بالاخير رح يستقيم ورح نخلص الى شكل جديد وشكل اكثر صحيه. بس وعلى فكره بس عشان اضيف على اللي بتحكوا، نسب الطلاق العاليه في اخر كم سنه هي عباره عن انعكاس لهذا التغيير اللي قاعد عم بيصير، التغيير اللي قاعد ناس قاعده عم تستوعبه وناس مش قادره انها تتقبله. فهو على فكره مش بالضروره شيء سيء، هو بس انعكاس لمرحله من التغيير، بعديها الناس حتقتنع بالادوار الجديده او بالتغير وحتستقر الامور اكثر. اللهم زد وبارك ان شاء الله. اوكي يا جماعه، شكرا كثير لكم، الجلسه كثير حلوه. حابة أشجع الكل اللي ما قرأ الكتاب يقرأ، لأنه في كمان تمارين بتساعد الإنسان إنه يعرف شو لغة الحب الخاصة بتاعته أو لغة الحب المفضلة أو رقم واحد بالنسبة له، وفي تمارين بتساعدك إنه أنت تتعود على لغة الحب بتاعت الشريك إذا أنت كنت مش متعود إنه تعمل هاي الأشياء اللي بده إياها الشريك منك. الكتاب كتير حلو، وشكراً كتير لكل اللي حضروا. أنا حابة إنه في ناس إجوا كمان من برا الأردن وناس ما كانوا معنا من قبل وقاعدين عم بيحضروا معنا لأول مرة، وبتمنى إنهم يضلوا يحضروا معنا دائما. بسطنا فيكم كتير، شكرا كتير لكم. رامي حابب تحكي شيء؟ بسبب هذا الكتاب فعلا والنقاش اللي صار، فعلا رح ندرس هذا الكتاب وبركي ناقشناه بتفصيله من خلال جلسات دوائر بعد ما نخلص من هذا النموذج بعد شي سنة إن شاء الله على خير. يوما ما القليلة سنة. فعلا النقاش خلاني فعلا بدي أدرس هذا الكتاب، وبركي فعلا طرحناه بشكل مفصل نناقشه من خلال برنامج دوائر. رائع بكون. شكرا لكم يا رامي. شكرا لكم. جلسة السبت القادم شو هي حلقة؟ هاي أنا بدي أحكي لكم برنامج أوت أند أباوت للأسبوع القادم. بكرة اليوم الرياضي من الساعة 8 للساعة 10 بمدارس كامبريدج كالمعتاد، كرة طائرة، سلة، ريشة. يوم الخميس القادم عنا جلسة واحدة لدوائر اللي هي دائرة العلاقات مع رامي. يوم السبت القادم بنفس الوقت 7:30 على زوم برضو قصة أو كتاب الأمير الصغير لأنتوان دي سانت إكزوبيري، بالتيسير أنا رح أكون الميسرة. الكتاب كتير صغير، أنا بالعادة أتهم إني بختار الكتب الكبيرة، فهاي المرة نقيت لكم إش كتير خفيف وظريف، كتاب أطفال بس ما تصدقوا كتير مش كتاب أطفال، بس كتاب كتير صغير بس حقيقي رح يكون مليان. بتمنى انه الكل يشاركنا كمان الجلسه الجاي، وشكرا للجميع وبنشوفكم الاسبوع الجاي ان شاء الله. في موضوعين كمان اذا تحبوا تفضل. في عنا ايد على ايد عم تشتغل على مشروع كسوه العيد، كل تفاصيله موجوده برضه بالايفنتات، وبحاجه لمساعده الجميع ان نحط ايدينا بايدين بعض، خصوصا بعد الفترة الصعبة اللي مرينا فيها عالميا، انه نقدر نساعد هدول الاطفال بهالعيد، وخصوصا انه هذا العيد مسموح للناس انهم يشوفوا بعض، فبالتالي العائلات اللي ماديا مش قادرة ممكن نساعدهم انه فعلا يفرحوا بهذا العيد، لانه العيد الماضي كان ممنوع حدا يزور حدا. واخيرا بما انه الامور عم تفتح، وكمان فتحنا موضوع الرحلات، واول رحلة رح تكون على مغامرة لوادي الهيدان ب 24/7، رح يكون يوم جمعة، مغامرة ليوم واحد جميلة جدا، كل تفاصيلها موجودة على التطبيق وعلى فيسبوك على eventbrite.com وعلى meetup.com. شكرا لكم جميعا. شكرا رامي، شكرا للجميع، يعطيكم العافية. شكرا، يعطيك العافية حلا. شكرا. باي.